السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. النهاردة معايا انفراد جديد، كله صوت وصورة، كله متسجل خلاص، كله بقى متسجل عندنا. انفردت قبل كده بموضوع حراسة مرمى وهتكلم عليه بالتفصيل وهتكلم على الانفراد. مفيش حد امبارح يعني تمام يا سيف الله ينور أي حاجة. هنشوف هنتابع ونكمل معاكم النهاردة حلقة خاصة جدا. ضيوفنا النهاردة كمان ضيوف النهارده من العيار الثقيل. اروح اتكلم وابتدي على المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي وحسام البدري وشوقي غريب. دايما زي ما قلت لكم بتفق دايما ان في وقت بتعمل فيه الاوردر، اخش الريستوران اخش المطعم اطلب الاوردر ينزل الاكل احاسب. سهله اهي. ما ينفعش احاسب قبل ما اطلب الاوردر وقبل ما يجي لي الاكل واكل واشوف الاكل كويس، لو وحش ارجعه اشوف. المطلوب من الناس في المحل ان ينزلوا لي الاكل على اعلى مستوى، المطلوب مني ان انا احاسب. نفس فكره المدير الفني، اختار يا فندم اللي انت عايزه. يعني انت في النهايه انت سيد قرارك، اختار اللي انت عايزه. وفي النهايه في حساب. مستحيل ان انا احاسبك وانت بتختار واحاسبك بعد الاداء. يعني مستحيل اقول لك خد دول افضل لعيبه وده 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 وده، ممكن يكون في تساؤلات للناس ولهم كل الحق. وكل واحد في النهايه عنده وجهه نظر، ولو فتحنا لو الاستوديو ده فيه 20 واحد كل واحد هيحط 20 اسم. كل واحد هيحط 20 اسم من وجهه نظره، ده الافضل وده الاحسن وده في الحته دي الاخطر وده مؤثر جدا وده اتظلم وده ما اتظلمش، واحيانا بيبقى في ناس اتظلمت. الكوره على فكره مش عادله على طول. ولكن هو في سؤال دايما بيسال نفسه قبل ما احاسب، في مدير فني عايز يخسر؟ في مدير فني ما بيحبش نفسه؟ اكيد لا. اللعيب الجامد هروح له حتى لو ما بحبوش. والسؤال كمان غير ان انا عايز اكسب، ايه انا عايز ايه من اللعيب اللي انا ضميته؟ ايه الطريقة اللي انا بلعب بيها؟ ما هو ممكن في لعيب مش دي طريقتي اصلا، مش ده السيستم اصلا، مش هعتمد عليه اصلا. مفيش مدرب عايز يغرق نفسه. كل واحد في النهاية شايف ان ده الاصلح ليه. هقف هنا عند تصريح حراسة المرمى للكابتن شوقي غريب ومصطفى شوبير والكابتن احمد شوبير. والناس امبارح تتساءل، كابتن شوقي غريب اختار 5، ناس اعترضت، ناس توقعت كابتن شوبير هيكون ليه رد فعل مخالف تماما واعترض ان كابتن شوقي غريب اخد 5. الموضوع عند مين؟ الموضوع مش عند حد خالص. عشان اقول لكم الموضوع بالتفصيل، شوقي غريب عنده وجهة نظر وشايف ان ممكن في زمن الكورونا انا من حقي ان انا ابص على كل اللعيبة، وده معسكر ما فيهوش لقاء ودي اصلا، فده موضوعي انا ابص على اللعيبة واخد مين. لا في حد ليه حق يتدخل، ولا حد يقول اه، ولا حد يقول لا، ولا حد حتى يعدل على وجهة نظري. خلاص ده الكابتن شوقي غريب. مصطفى في النص هو لاعب المنتخب يناديله يتفضل يروح، بس ده دوره، النادي يناديله يأدي بشكل جيد. كون بقى ان هو ابن الكابتن شوبير مش الكابتن شوبير ده موضوع على جنب، زي شريف ابن الكابتن اكرامي وحازم ابن الكابتن حماده امام وكل القصص اللي احنا بنعيشها، وفي الاخر بنقول ان في الانديه الكبيره الوضع مختلف. وفي الاخر الملعب هو اللي بيقول. هنا تصريح الكابتن احمد شوبير هنقف عنده شويه، لانه مش تصريح اب، تصريح اعلامي. يعني تصريح اب يكلم مصطفى زي ما انت عايز، ومش من حقه ان هو يعلق. لو تصريح اب هو مش ولي امر، هو راجل اعلامي من افضل الاعلاميين في مصر. ففي النهايه بيقول وجهه نظر، انا شايف ان 5 كتير. زي ما مصطفى بيعتمد على نفسه على دراعه ان هو يكون حارس مرمى، كابتن شوبير برضه هو بيتعامل كاعلامي. ودي الحقيقه انا شفته مشهد رائع جدا، كل واحد بيعمل دوره، كابتن شوقي بيعمل دوره، مصطفى بيعمل دوره، وكابتن شوبير بيعمل دوره، والناس ليها وجهه نظر. وفي الاخر الكلمه الاولى والاخيره للكابتن شوقي غريب. في الاخر دي حاجات استشاريه، كابتن شوبير يقول، سيف يقول، كابتن مدحت يقول، اي حد يقول، كريم خطاب يقول، ابراهيم عبد الجواد يقول، اي حد ممكن يقول، مفيش مشكله. ولكن دي وجهه انا، دي وجهه نظري. فهنا وجهه نظر كابتن شوبير اعلاميه، وجهه نظر الكابتن شوقي فنيه. دي هنا نصيحة أنا شايف، بس أنا مش صاحب قرار، مش مهم. ده بس عشان الخلط امبارح، كل واحد بيعمل دوره وكل واحد ما بينساش موضوعه. مصطفى عايز يبقى أفضل حارس مرمى، كابتن شوبير أفضل إعلامي في مصر، فكل واحد بيأدي دوره زي ما هو شايف. وأكيد كابتن شوقي غريب شايف سكته كويس قوي، عارف هو رايح فين وعارف هيعمل إيه. شوقي غريب ما تخافوش عليه، دماغه مترتبة ومتقسمة، والصالح ليه هيعمله. وهقول لكم شوقي غريب هياخد مين وهيضم مين والتفصيله اللي بيفكر فيها في دماغه بالظبط. بس روح الاول
لكريم فؤاد واحد من نجوم المنتخب الأولمبي والمنضم حديثا للنادي الأهلي. كريم مساء الخير. نور يا كابتن سيف، اهلا بحضرتك. اخبارك يا كريم؟ كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ يعني دلوقتي في امبي وان شاء الله السنه الجايه واحنا بنقول لك مساء الخير يا كريم تبقى في الاهلي. والله ان شاء الله، بس لسه يعني ما فيش اي حاجه، احنا لحد دلوقتي لسه مكمل في امبي وعادي مع نادي النجوم، بس لسه يعني ما فيش اي حاجه جديده. ان شاء الله السنه الجايه كل حاجه تبقى في وقتها يا رب ان شاء الله، وهنسيب كل حاجه في وقتها وربنا ان شاء الله باذن الله يعمل لك الافضل ان شاء الله. يعني موسم الحقيقه جيد ليك مع نادي امبي، وانضمامك كمان للمنتخب الاولمبي وطموحات في الاولمبياد القادمه، كل واحد رايح باحلامه وطموحاته ان شاء الله. هو والله يا كابتن سيف، يعني احنا زي ما حضرتك لسه بتقول، انا لسه في نادي امبي والحمد لله يعني ماشيين كويس وعاملين موسم كويس، ويعني بنأمل ان احنا نكون عندنا احسن من كده ان شاء الله، ونقدم افضل مستويات عندنا عشان خاطر برضه المنتخب الاولمبي يكون يعني الواحد ليه دور بشكل كويس مع المنتخب، وكلنا عندنا طموحات ان احنا نكون نحقق ميداليه هناك، ما نروحش ضيف شرف، يعني نروح عندنا طموح وعندنا هدف عايزين نحققه، مش عايزين نروح، مش لازم نروح ضيف شرف، عايزين يكون لنا هدف يعني. هل من وجهة نظرك ممكن نروح مش تمثيل مشرف، ممكن نروح ننافس، خصوصا دلوقتي ان وجود محمد صلاح، وجود الاهلي في كاس العالم للانديه في المركز الثالث على الطموحات، وتصريحات كابتن شوقي غريب حتى طموحات زياده كمان. اكيد طبعا، اكيد طبعا، احنا عندنا تيم كويس، المنتخب بتاعنا منتخب كبير وكويس، بطل افريقيا، عندنا لعيبه كويسه جدا، والثلاثه الكبار هيضيفوا كتير جدا للمنتخب، وزي ما حضرتك بتقول عندنا نجم كبير بيلعب في اوروبا، وعندنا النادي الاهلي مركز ثالث على العالم، فاحنا مش ضيف شرف، احنا عندنا طموح ورايحين نحقق حاجه باذن الله. يعني اللعيبه كلها كويسه والتيم ما شاء الله متكامل، فاحنا نقدر على ده. حلمك تلاقي مين في الثلاثه الكبار؟ هو اي حد من الثلاثه الكبار، اي حد من المنتخب الاول هيكون يعني هيكون اضافه كبيره للمنتخب يعني. ولكن يعني اكيد ابو مكه هيبقى مختلف وانت بتلعب معاه. طبعا ده اسطورتنا. شعور تاني؟ طبعا. ابتديت احس وانت بتصرح كده اربع مرات قلت لي يا كابتن على فكره انا لاعب في امبي، عجبني جدا التصريح وعجبني جدا تركيزك وتمسكك. ما هي دي الحقيقه، انا بلعب في امبي ولسه موجود لحد دلوقتي في امبي، ومش مركز في اي حاجه من اللي بتتقال غير الملعب وبس. انا مركز في الملعب وبس، ومركز مع المدرب كابتن حلمي طولان، مركز مع النادي، مركز في طموح النادي، في اهداف النادي عايزين نوصل لايه، مركز في ده وبس. يعني هو انا بالنسبه لي كل مرحله ليها وقتها، يعني تفكير في كل مرحله، يعني احنا دلوقتي في نادي انبي عندنا طموح عايزين نحققه، بشتغل على كده لحد ما يبقى في حاجه ثانيه، يعني لحد ما الوقت هيخلص. كم سنه كريم عندك؟ انا عندي 21 سنه. 21 سنة، هل شايف ان الاولمبياد دي ممكن توديك او توديكوا لمنطقة اخرى تماما؟ لا اكيد طبعا، ده الاولمبياد يعني شرف كبير لاي حد يكون متواجد فيها، ويعني حاجة العالم كله بيتفرج عليها، حاجة كويسة جدا لينا كلنا، وبعدين حاجة تضاف لينا كانجاز كبير في تاريخنا، ويعني السي في بتاع كل واحد فينا، وهو حلم من احلام ان يعني ان انا العب اولمبيات وهشتغل عليه لحد ما نحققه ان شاء الله ونوصل ليه. كابتن شوقي غريب متابع معاك بشكل يعني مستمر او بشكل يومي؟ لا والله ما فيش تواصل يعني بشكل مستمر، بس الدنيا العلاقه بيني وبين كابتن شوقي كويسه يعني. علاقتك بالكابتن حلمي هو اللي قدر يعني يدور المكنه زي ما بيقولوا، قدر يوصلك للمستوى ان انت هتبقى على محطه انديه كبيره؟ والله هو علاقه اب بصراحه يعني. يعني علاقه اب، كابتن حلمي يعني تعب معانا جدا ومش مقصر معانا في اي حاجه، ليه فضل كبير كبير جدا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني ان هو يطلع يعني اقصى حاجه عندي زي ما انت بتقول كده. مدير فني كبير مفيش كلام، الحقيقه واحد من الناس اللي انا بشوفهم أكيد طبعًا، يعني أكيد صاحب طبعًا. مدرسه كبيره. اكيد. طموحاتك هل الاحتراف ولا ان انت تكون موجود في مصر في حاله تالقك في الاولمبياد؟ والله يا كابتن سيف برضه دي حاجه بتاعت ربنا، ومحدش عارف الخير فين، يعني هو ربنا
يعني هو أدعو بالخير، وإن شاء الله أنا راضي بأي حاجة هتحصل. أنا بس بشتغل وبجتهد، وربنا اللي هيرصيهولي، يعني ربنا اللي هيمشيه هيبقى هو الخير أكيد. يعني تتعامل ازاي في زمن الكورونا واحنا في زمن صعب؟ يعني ممكن حلم السنين كله قبل الاولمبياد واحد يجي له كورونا، حد لا قدر الله يبقى فيه حاجه، كله لازم يحافظ على نفسه وكله لازم يقفل، بتتعامل ازاي؟ والله هي دي برضه حاجه بتاعت ربنا، المرض والفيروس دي حاجه بتاعت ربنا وما بيسيبش حد. ممكن يجي لحد محافظ جدا ويجي له برضه المرض، بس احنا بنعمل اللي علينا. ويعني بس انت اهم حاجه اعمل اللي عليك وبعد كده احنا كله بنعمل بتاع اللي علينا ربنا. وبناخد بالاسباب، يعني احنا حافظ علينا وبتاعت ربنا بقى. يا رب ربنا يوفقك كريم ان شاء الله، وجود لك ليك في اللي جاي، وربنا يوفقك مع ام بي، وان شاء الله باذن الله بعد الاولمبياد تكون في المكان اللي تستحقه وتتمناه. ربنا يخليك كيف ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كريم فؤاد لاعب ام بي، عجبني جدا تمسكه بالخطوه اللي هو فيها دلوقتي. وحلمي طولان اكيد صاحب مدرسه كبيره، مدرسه التزام ومدرسه اقناع ومدرسه الحقيقه محترمه جدا. ارجع لكم تاني على الكابتن شاوي غريب واقول لكم شاوي غريب بيفكر في ايه. شوقي غريب عنده حسابات كتيرة جدا حاليا في دماغه، بيفكر ان في زمن الكورونا ممكن يكون معايا ثلاثة الاقي ثلاثة غيرهم، ممكن يكون معايا اثنين الاقي اثنين غيرهم، من هنا لحد ما اوصل لازم ابص على فريق واثنين وثلاثة. انت بتقول ايه؟ ايوه اللي انا بقوله لكم هو ده الموضوع. شوقي غريب من هنا الاولمبياد هيبص على ثلاث فرق، هيبص على المكان اللي مش هيلاقي فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة هتبقى عنده مشكلة، لان ممكن قبلها اتنين كورونا، ممكن قبلها واحد كورونا، ممكن قبلها اصابه، ممكن قبلها اي حاجه، فمش عايز يسيب حاجه للظروف، عايز كل حاجه. شوقي غريب هيتحرك مش في اقل من 70 لعيب. الكلام اللي بقول لكم ده خدوه على مسؤوليتي. شوقي غريب حاليا بيتحرك وبيبص على حوالي 70 لعيب. ال 70 لعيب دول ما بين اللي ضمهم، ما بين اللي بيبص عليهم، ما بين اللي على راداره، لان يحصل في الامور امور في كل مكان عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه، في كل مكان عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه. عشان كده حتى في حراسه المرمى ضم مصطفى وضم عمر صلاح. عمر صلاح على فكره ومصطفى الاثنين نفس تقريبا الظروف، ده ما بيلعبش ده ما بيلعبش، ده كان مع كابتن شوقي غريب وده كان مع كابتن شوقي غريب، وينتظر القادم وينتظر المشهد عامل ازاي. ولكن معاه خامات جيدة، عارف تشكيلته. شوقي غريب من دلوقتي عارف ال11 اللي هيلعب بيهم وعارف ال18 اللي معاه، ترتيبته دلوقتي ده اللي موجود في دماغه حاليا. اللي موجود في دماغ شوقي غريب كل اللعيبة خلاص مسنطرهم، التلاتة الكبار محمد صلاح، محمد الشناوي، أحمد حجازي. دي توقعاتي أنا، ما عنديش معلومة، بس توقعاتي من داخل دماغ شوقي غريب، يعني من داخل دماغ هو بيفكر في ايه، هو رايح لفين. هم دول التالي هو شغال فيهم: محمد الشناوي، احمد حجازي، محمد صلاح. التغيير هيبقى في خطوط لو اتأثرت، يعني لو عنده في خط زي خط دفاع مجموعة ما بتشاركش يبتدي الامور هنا تتغير. ولكن حتة حراسة المرمى الشناوي في حتة تانية، ولكن شوقي غريب عنده في حراسة المرمى اللي يطمنه، مش هيقارنهم بمحمد الشناوي ولكن عنده اللي يخليه مطمن. ادي قصة المنتخب الأولمبي. نخش بقى، طيب ده خبر عاجل، جلسة مجلس إدارة الإسماعيلي وإيهاب جلال غدا، إن إيهاب جلال بعد موافقة مصر المقاصة على رحيل كابتن إيهاب جلال، وفي اجتماع دلوقتي منعقد في مصر المقاصة لاختيار البديل. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لمصر المقاصة. على فكره في ناس تقول لك هو يعني المدربين، مصر ما فيهاش مدربين. مصر فيها مدربين كتير جدا جدا جدا، مصر فيها اسامي كويسه، واسامي كويسه موجوده. واحد زي كابتن ضياء السيد اسم كبير جدا جدا وبقاله فتره قاعد، وكابتن ضياء تاريخ كبير، وفي اسامي كتيره سواء من الشباب او سواء حتى من القامات الكبيره. يعني عشان الناس تقول فين المدربين فين الخامات، لا في عدد كبير جدا. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للكابتن ايهاب جلال طالما حصل اتفاق هادئ مع مصر المقاصه. ما اعرفش هنا بقى لائحه اتحاد الكوره هتبقى عامله ازاي، او الوضع النهارده هيبقى عامل ازاي. هل لو النادي هو اللي مشاك تقدر تروح؟ ده اللي انا عارفه، وبرضه الناس تراجعني في الكنترول. لو النادي
اللي مشاك تقدر تدرب نادي تاني في نفس الموسم، لو انت اللي مشيت ما تقدرش. فهنشوف الدنيا عامله ازاي. طيب ناخد كمان نروح بقى للمنتخب الاولمبي واختيارات الكابتن حسام البدري، ونروح في الاول لكابتن المنتخب الاول انا اسف، ونروح للكابتن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجله واحد من نجوم مصر الحاليه. كابتن عبد المنصف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ويا رب تكون بخير دايما. اخبارك ايه؟ وحشني. الحمد لله حبيبي، وانت كمان جدا. طبعا كنت يعني كنت منتظر الاسم في الثلاثه في الاربعه، مفيش كلام. اكيد طبعا، يعني ده كان حاجه متوقعه، ومش بس 100% ان اكون موجود، لا 300% كنت متاكد ان انا هكون ضمن القايمه، ولكن للاسف الشديد اتفاجئت ان انا مش موجود. وده طبعا استبعادك ده بيبقى مفاجاه كابتن سيف، وبتشعر بالظلم والحزن وتعرضك للمواقف دي. اعتقد ان انت كان لديك حلم وبتسعى ليه علشان تحققه، واما ما بيتحققش بتبقى دايما في زعل وفي مضايقه، ولكن في وقتها. وزي ما بقول لحضرتك ان الحمد لله، يعني طول ما الواحد موجود وعنده امل، لا لسه الامل موجود ولسه في شغل كتير ولسه الحلم ان شاء الله قائم باذن الله. يا رب ان شاء الله. هسالك شويه اسئله بره الصندوق بقى خالص. في حديث دار بينك وبين كابتن ايمن طاهر من شهر كده، هل كان في جواه المنتخب؟ كان هو الحديث من شهر ونص شهرين، وده كان بعد فتره ماتش الاهلي تقريبا اللي تعادلنا فيه، وكان الموضوع بيختصر عن ان احنا متابعينك وفي الصوره ومن ضمن الاسامي المرشحه للمنتخب الفتره الجايه، وكان الحديث في الاتجاه ده مش اكتر ولا اقل. فده كان بالنسبه لي حافز وحاجه بتخليني كمان ابني عليها ان ازاي افضل استمر في التالق، وازاي ان انا اقدم مستوى ثابت، وازاي ان انا ابقى مختلف في الاداء علشان اكون موجود. وده كان اكتر حاجه كمان يا كابتن سيف طمنتني، ان طالما ده موجود يبقى اكيد انت بتتكلم ان خلاص موضوع الاعمار السنيه دي مش هتبقى متاحه. موضوع بقى السن انا شايف ان ممكن يكون للعيبه، ولكن لحراسه المرمى اعتقد ان السن في الحته دي مفتوح، ممكن تاخد اي سن في الموضوع ده، بدليل ان انت عندك جونين تقريبا، حد 34 وحد 31 او 32. طيب برضو السؤال الجاي ده يعني بهدوء برضو اجابته، لو نادي الزمالك عرض عليك او فكروا ان انت تكون موجود الفتره اللي جايه، وانت لو كنت موجود الفتره اللي جايه مع اتنين كبار ممكن تبقى تاني ممكن تبقى تالت، يعني هتبقى في منافسه، هل هنا هتبص للمشاركه اللي انت شغال فيها بقالك فتره، ولا ممكن تفكر انك تفنش في الزمالك؟ لا اكيد ممكن افكر ان انا افنش في الزمالك طبعا، لان برضو ده كان حلم متاح بالنسبه لي من فتره، ولكن لما حسيت ان هو بقى ان انت تتواجد في ظل اربع حراس على مستوى عالي موجودين مع نادي الزمالك وبيأدوا بشكل كويس، فاكيد غيرت الفكره ان انا لا، يبقى انا استمر والعب واتالق. كل وقت وليه اذان، واحيانا بيبقى في متغيرات سريعه، يعني ممكن بدايه الموسم يبقى في متغيرات، ولكن انت بتعلن دلوقتي ان انت ممكن تكون تاني وتالت في الزمالك، ما يهمكش بس تفنش في الزمالك. لان خلي بالك يا كابتن سيف، انت بدايتك اما تقول او انت جاي تصنيف، انت جاي تصنيف ثالث. هل تصنيف ثالث ده من اول يوم هتحط رجلك لحد ما الموضوع ينتهي او السيزون ينتهي؟ لا طبعا، لا طبعا، اكيد وارد ان انت ممكن تبقى تاني، وارد انت تخش، وارد ان الظروف تساعدك، وارد ان الحاجات اللي حواليك تديك الافضليه ان انت تخش، فوجودك بسبب معين وبتبقى محتاج بقى شغل بقى وتركيز وتعب وحاجات كتيره ممكن ما تجيش في الاول، ولكن وارد طبعا ان ده ممكن يحصل، وارد ان انت تبقى جون نادي الزمالك تاني، وارد ان انت تبقى موجود في المنتخب من نادي الزمالك تاني، فده طبيعي بيحصل يعني. عبد المنصف من الشخصيات الكوادر اللي الناس وهي بتتكلم في الغرف المغلقه تفكر فيها لو بتبني مشروع، ماذا لو اتحاد الكورة القادم، اتحاد الكورة 3 4 شهور هيبقى فيه مجلس جديد، ماذا لو اتحاد الكورة القادم عرض عليك الاستعانة بيك في أحد مشاريعه القروية، بقى منتخبات، مشروع قروي، مشروع كوادر، هل ممكن توافق ولا تنتظر بعد انتهاء مشوارك في الملاعب؟ لا أعتقد إن أنا الحلم اللي قدامي دلوقتي إن أنا أكمله، ان انا لسه ان شاء الله قدامي سنه وسنتين وثلاثه، وده مش مرتبط بس في الملاعب، ده مرتبط كمان ان انا عند الحلم الاكبر اللي انا
بسعى اليه دايما طول الوقت ان انا كمان امثل منتخب مصر وابقى موجود في منتخب مصر، لان ده القيمه الاكبر يا كابتن سيف. مهما لعبت الانديه ومهما اسم الانديه وبطولاتك معاها، المشاركه مع المنتخب الوطني دي في حته تانية خالص بقى، سواء ان انت شاركت في امم افريقيه خدتها، تصفيات كاس عالم، كاس عالم نفسها، لا هو ده اللي بيحفر مع الناس، وهو ده اللي بيفضل عايش مع الناس في ذكرياتها، مين اللعيبه اللي مثلوا المنتخب، مين اللي كانوا موجودين. فهو ده الهدف، ان انت ممكن تضحي. طب ليه هنا تكمله السؤال، هل انت مشروعك قدام مدرب حراس مرمى ولا مدرب عام؟ لا انا مشروعي قدام حاجتين، هو لا اما مدير فني مدير فني الملعب، ما ده اللي انا بقول مدرب يعني. ما هو انت لازم تتصعد برضه، ما انا ممكن ابقى مدرب ومساعد لحد ما تبقى مدير فني. صح. او القصه الاداريه اللي برضه ليها علاقه بالفريق، مش الاداره في النادي، لا علاقه بالفريق، مدير فريق، مدير كوره، مدير التعاقدات، يعني فيها كذا حاجه بمساعده برضه الفرقه ان انت بتحطهم في مكانه ثانيه. فهي دي الحاجتين اللي انا ان شاء الله هبقى يعني بعد كده، ولكن التركيز دلوقتي هو في الحته بتاعت اللعب. ربنا يوفقك دايما يا رب. يعني اخيرا واخر سؤال، وعارف دايما ان انت الوحيد اللي دايما اساله يرد بشجاعه مطلقه، ما يهموش يعني، دايما ليك سؤال معايا كده يطير. محمد عبد المنصف هو قاعد دلوقتي وامتلك طبعا على طول الحقيقه شجاعه في الرد بشكل كبير. مين مع محمد عبد المنصف اللي انت شايف ان كان المفروض يبقى موجود في المنتخب بناء على وجهه نظرك؟ اولا انا يعني هردك سريعا وهرجع للنقطه دي، انا زعلان متضايق، ولكن انا ما بطلعش هاجم الجهاز الفني علشان تفهم وجهه نظري، ولا بنقدهم في حاجه، بل بالعكس دي مهمه وطنيه، والمنتخب عنده مباراتين مهمين وكل التوفيق ليه واللعيبه اللي اختارها. وانا اصلا كمان كابتن كلام محترم جدا، ان انا اطلع اتكلم على فنيات او الاختيارات مين. صح. او مين، لا انا زعلان ان انا كنت بادي بشكل كويس وكنت نفسي ان انا ابقى موجود، والحمد لله ان حضرتك وكل الساده اللي ماسكين برامج او مقدمين استوديوهات او حتى المحللين المذيعين كلامهم ده بالنسبه لي يكفي، هم والجمهور المصري كله اللي كل الناس بشوفها وبتقابلني شايفه ان انا كنت استحق ان انا ابقى موجود، وده اكتر حاجه بالنسبه لي. فانا كسبت في الموضوع ده، ما خسرتش، بل بالعكس ده هو ده اللي انا هبني عليه ان شاء الله مستقبليا، ان انا باذن الله المرحله الجايه ابقى موجود. يا رب. في ناس اتظلمت، في ناس اتظلمت، انا اكتر ناس كنت شايف ان محمد ابراهيم كان عامل لا 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 انا عايز حارس مرمى معاك. حارس مرمى يعني عايز تقول اللعيبه براحتك، قول اللعيبه، بس انا سؤالي على حارس مرمى وبعد كده قول اللي انت عايزه. لا حارس مرمى اعتقد ان الهاني سليمان كان ممكن يبقى موجود، لانه كان عامل شغل كويس قوي. انا هستثني على فكره المنتخب الاولمبي، لان في ثلاث حراس بيلعبوا ظاهرين بشكل كويس جدا، محمد صبحي ومحمود جاد وعمر رضوان، فدول بره الصوره، لان كده هم مع المنتخب مع كابتن شوقي غريب. فلو حد كان هيبقى موجود اعتقد ان كان الهاني سليمان برضه كان ماشي بشكل كويس. لو عملوا مقارنه وانت صاحب قرار ما بين الهاني سليمان وشريف اكرامي، كنت تختار مين؟ دي فنيا، وجهه نظر فنيه بحته يعني. فنيا اللي اعتقد ان الهاني كان الفتره الاخيره دي كان يبقى الافضل. خلي بالك يا سيف، انا اولا ما ببصش على مين صديقي او مين بيلعب. لا لا لا، مفهوم طبعا. انا ببص على المستوى الفترة الأخيرة، يعني ممكن يكون شريف بدأ كويس قوي وشوية دروب في النص وابتدى تاني دلوقتي يستعيد تاني بعد ماتشات أفريقيا. الهاني برضو بدأ شوية وبعدين بقاله فترة بقى ثابت مستوى، بل بالعكس بيزيد كل شوية. فأنا بتكلم من وجهة نظري اللي أنا بتفرج عليه واللي أنا بشوفه، وهو ده اللي حاصل. زي ما انت حضرتك بتقول ساعات الحاجات بتتغير، ولكن احنا بنتكلم على الوضع الحالي دلوقتي. لا تعالى اقول لك ازاي بتتغير. مثلا يعني انت من وجهه نظرك ابو جبل اتظلم ولا لا؟ انه قعد طبعا يعني ابو جبل اشتغل فتره كبيره جدا وعمل واتعمل شيفت في الزمالك، قال له انتخب بحاجه بسيطه، فكل اللي اشتغل وراح وجنش اللي راح. ما هي دي دايما المفاجات اللي بتبقى موجوده كابتن سيف، ودايما الحاجات اللي هي غير متوقعه. ان انت مثلا ممكن ابو جبل كان شغال في نادي الزمالك بقاله سنه ونص، كان عامل ماتشات رائعه واحرز بطولات مع نادي الزمالك، وارد ان انت يبقى في اخفاقات في مباراه او في جون، او لان احنا كلنا بنخطا يعني، كلنا بيبقى في اخطاء، ولكن الاداء اللي كان بيبقى باين والشغل، لا كان شغل كويس.
قعد اعتقد ان كانت مفاجاه. و يعني انت شايف ان كان العدل ان ابو جبل كان طبعا كان ممكن يكمل تاني ماتش واتنين، ولكن لو شاف الجهاز الفني ان هو في دروب في المستوى او دلوقتي هو مش في حالته الفنيه والبدنيه كان لازم يبقى في تغيير. بس انا شايف ان هو كان في استعجال شويه في القرار ان هو يقعد في الفتره دي. كابتن منصف بتمنى لك كل التوفيق والتوفيق ليك في اللي جاي، ويا رب دايما كده اداء رائع وتصريحات الحقيقه هادئه جدا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجله، وواحد الحقيقه من الناس الكبار في هذا الشأن. اتكلمت قبل كده، قبل ما نتكلم طيب تعال نشوف كده لعيبه نادي سموحه المنضمه حديثا للمنتخب الوطني. مين اللعيب اللي عندك في فرقتك اللي كنت متوقع انضمامه للمنتخب واتفاجئت انه بره المعسكر؟ انا عندي اقول لك، عندي هاني كويس جدا صراحه جدا، وعامل باور للفرقه بشكل كويس وقائد في الملعب وعنده خبرات وشخصيته لعيب دولي، ويمكن هو يعني ما انضمش للمنتخب فترات كبيره جدا، بس انا عايز اقول لك مواصفات لعيب دولي. وعندي كمان لعيب كويس اسمه محمد عبد المنعم او منتخب اولمبي، بس يعني يعني انا من وجهه نظري الشخصيه يعني بيلعب منتخب كبير. والله هو حلم لاي لعيب ان هو يمثل يعني بلده، وده شرف كبير يعني، فالواحد هيجتهد يعني اكتر ويشد حيله ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي. فانا هعمل اللي عليا ان شاء الله، والباقي يعني ده الجهاز الفني والقرار. يعني انا عن نفسي انا يعني هحترم القرار، فخلاص هالتمرين وهعمل اللي عليا ان شاء الله، ويكون التوفيق مع حليفنا يعني ان شاء الله. المنافسه في المنتخب بقى شايفها ازاي ومعسكر المنتخب، مباراتين مهمين جدا لمنتخبنا الوطني؟ طبعا مباراتين لازم، انت لازم تفوز فيهم عشان تضمن الصعود يعني وتاكد الصعود وتدي الثقه للجماهير المصريه، وتبقى بعد كده انت داخل عشان في بطوله، هتبقى بطوله قويه، فالطبيعي ده هيبقى الاستعداد لها قوي، وان شاء الله يعني يكون الفوز حليفنا يعني ان شاء الله، وناخد 6 بونت نقدر نصعد يعني بيهم البطوله ان شاء الله. حسام حسن بقى لمعسكر المنتخب، طلب منك صوره الجواز وبعت الصوره رسميا، اعلن ان حسام حسن في معسكر المنتخب. استعدادك انت النفسي، تجهيز حسام حسن، تجهيزه النفسي الشخصي نفسه لمعسكر منتخب مصر؟ والله زي ما قلت لك ابو صلاح، والله هو شرف، هو الواحد يعني مبسوط الحمد لله، بس الفتره اللي هتبقى موجوده بقى في المعسكر هتبقى فتره قويه، عشان انت لازم تتمرن كويس وتظهر بصوره كويسه، فاكيد ده مش بتمثل حسام بس، لا ده بتمثل نادي سموحه كله يعني، عشان يدي كمان بعد كده حافز للعيبك الموجوده، هي كلها لعيبه كويسه، تدي لهم حافز ان هم يكونوا موجودين ضمن القائمه في المنتخب بس. فان شاء الله الواحد هيشتغل اكتر، ويكون هو مثال ان هو يكون للعيبه اللي موجوده معايا في الفرقه ان هي تقدر تنضم للمنتخب ان شاء الله. والله الحمد لله، انا يمكن من اول ما جيت خرجت من الزمالك انا عارل، كان في اللعيبه اللي في مركزي كلها ماشيه كويس، الدنيا كانت ماشيه معاهم يعني الحمد لله، كانوا ماشيين كويسين. جيت انا خرجت، اول ما جيت خرجت قلت هروح على سموحه، انا اول حاجه قلت ده تحدي بيني وبين نفسي ان انا ان شاء الله ابقى موجود في معسكر المنتخب اللي جاي، والحمد لله الجهاز الفني المنتخب هم بيتفرجوا على كل الماتشات وشايفين مين يستحق ينضم للمنتخب، والحمد لله كنت موجود وعملت اللي عليا طول الفتره اللي فاتت، شغال على نفسي الحمد لله لحد ما بقيت نفسي في المنتخب الحمد لله. اول حد كلمك انك انضميت لمنتخب مصر؟ كان كابتن محمد بركات. ودي رد فعلك ايه بقى معاه؟ لا هو كلمني كان بيطلب مني صوره الجواز والحاجات دي، انت عارف بيكلموا اللعيبه قبلها بفتره، مش معناه ان هو كلمني برضه انا كنت موجود في بدايتها، بس يعني هي ترشيحات الكابتن حسام بدري بيحطها، فهو هزيم هو اول حد كلمني كابتن محمد بركات. فاجئت بعد ما انضمامك لمنتخب مصر؟ بصراحه طبعا، لان الحمد لله الواحد بيعيش فترات كويسه في الماتشات، ولكن ده خير يعني، كل ده خير، وانا طبعا متضايق، لكن بتمنى لهم التوفيق. طبعا الاختيارات بتاعتهم هم ادرى باختياراتهم، لكن انا بتمنى لهم التوفيق، ده منتخب بلدي وفي الاخر بتمنى لهم التوفيق يعني. تصريحات الحقيقه في غايه الاحترام وغايه الهدوء لكل اللعيبه اللي انضموا واللي ما تنضم واللي ما انضموش. على فكره من حق كل لعيب ان يزعل، ومن حق كل لعيب ان هو يتكلم في الاطار، في الاخر ده اختيار مدير فني. اللي يفرق لاعب
ملتزم عن لاعب مش ملتزم اللي يفرق لاعب بيقول انا زعلان عن لاعب بيقول انا زعلان بطريقه تانية، اللي يفرق لاعب يكون ليه فرصه في المنتخب زي لاعب ملوش فرصه في المنتخب حديثه وتصريحاته. في الاخر كل مدير فني له وجهه نظر، كل مدير فني، وعلى مدار التاريخ مفيش تشكيل طلع لمنتخب كان كل الناس راضيه عنه. مش دفاعا عن البدري ولا مع ولا ضد، اكيد انا واحد من الناس لما تيجي تسالوني كده محمد ابراهيم رقم واحد، محمد ابراهيم لعيب كبير جدا جدا. البدري هيلعب ازاي؟ الطريقه هتلعب ازاي؟ في احتياج لمحمد ابراهيم عنده طريقه تانيه؟ ده موضوعه. التقييم زي ما قلت لكم بعد ما الاكل ينزل، بعد ما الاكل ينزل ندفع الفاتوره ونبتدي نحاسب. لكن انا هحاسب مدير فني في اختياراته ثم ارجع حاسب مدير فني فأداؤه ثم ارجع حاسبه عن نتيجة. المدير الفني هو سيد قرار، اختار يا فندم اللي انت عايزه واختار الطريقة، ونتوقع ونعترض ونتفق ونختلف مع نفسنا كده رأي استشاري، ولكن رأي ليس اعتراضي ولا هجومي ولا تقييم للبدري كويس ولا وحش. البدري مدير فني كبير يختار اللي هو عايزه، نحكم على الأداء فقط لا غير، ده دورنا احنا بنحكم على الأداء بس. أدي الموضوع، وشفنا قبل كده كابتن حسن شحاتة مع جده، وشفنا مواقف كتيرة جدا 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 مدير فاهمين بيضم لاعب ايه ده ازاي تليق طق بقى مفاجأة، طق بقى نجم البطولة، طق بقى نجم المنتخب، ما تعرفش كل واحد بيفكر ازاي. هو المدير الفني هو اللي بيفكر، وخلينا نحط تحت الجملة دي 150 خط، محدش بيحب حد أكتر من نفسه، مفيش مدير فني غير ما يكون عايز مصلحته. احيانا هنا بنفرد بحديث، بقول لكم انفراد، وانا الحمد لله بفضل الله الفتره الاخيره احمدك يا رب واشكر فضلك، يعني نعمه من عند ربنا على فكره، ده اجتهاد وكل احترام للجميع طبعا وكلهم اساتذتنا وفوق دماغنا من فوق، ولكن احيانا بقول اجتهاد كده اقول ايه سجل يا تاريخ ونستنى. كل الناس قالت ابو جبل في المنتخب، محمد الشناوي ابو جبل، عامر عامر او بسام يعني، او الهاني حتى كان داخل في الكلام، كل الناس راحت لكده. طلعت قلت محمد الشناوي ابو جبل، ولو جنش لعب هيبقى جنش مش ابو جبل. الناس كلها طلعت قالت جنش ايه يعني، ابو جبل ابو جبل، وانا قلت كده قبل ما جنش يلعب، وقلت برضه سجل يا تاريخ. نشوف محمد الشناوي هو الحارس رقم واحد في المنتخب الوطني، خلاص امور سهله وبسيطه. محمد ابو جبل هو الحارس رقم اثنين. هناك أخبار داخل نادي الزمالك إن جنش ممكن هو اللي يكون موجود الفترة اللي جاية. لو جنش لعب الفترة اللي جاية وأجاد مع نادي الزمالك بقى جنش هو الحارس رقم اتنين بدل أبو جبل. سلام عليك، سلام عليك والله. أهو هو ده أنا. ساعات كتير بنطلع دلوقتي نقول الناس لما بنقول كلام بقت تقول لك يا عمي فيعني فرقعة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بقى لي فتره، الناس تصدق ما تصدقش والله دي الحقيقه، يعني بقى لي فتره معلومات كتيره جدا نقعد نفكر فيها، اخبار كتيره وكواليس كتير عندنا، دي هتفيد في الوقت الحالي هنقولها، دي مش هتضر حد هنقولها. الناس ممكن ما تصدقناش، ممكن تقول يعني بتقولي بس هي دي الحقيقه، معلومه تفيد لاعب نقولها، معلومه دلوقتي ما تفيدش قوي نقولها. هو ده التارجت بتاعنا وهو ده هدفنا اللي احنا شغالين بيه فقط لا غير. كل يوم بنجيب لكم حاجة حصري، بنيجي بعد أسبوع بعد 10 أيام بنقول لكم بفضل الله أدي الكلام اللي احنا قلناه هو دلوقتي اللي بيتطبق على أرض الواقع. قبل ما نروح طيب نروح لا محمد عبد المنعم لاعب الأهلي المعار لسموحة. محمد مساء الخير. النهارده كابتن سيف ازي حضرتك؟ أخبارك إيه عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله يا كابتن، ازي حضرتك عامل إيه؟ طمني وطمني الموسم ده الدنيا ماشيه ازاي؟ الحمد لله تمام والله، الدنيا ماشيه كويسه الحمد لله، وماشيين كويس مع نادي سموحه، وكابتن سامي ماشي معانا كويس، وان شاء الله اللي جاي احسن لينا يعني باذن الله. كنت مستني مكالمه غير الكابتن شاوي ولا كابتن شاوي بس؟ والله يا كابتن سيف يعني الحمد لله. قول ما تتكسفش انا مش هقول لحد، ده حديث بيني وبينك يعني. لا والله الحمد لله انا هشتغل باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله عشان اكون ليا دور مع المنتخب الاول باذن الله. طبعا مبسوط جدا ان انا مع كابتن شوقي غريب ان شاء الله
أدي بشكل كويس معاه، وبإذن الله أحضر يعني خلي لي مكان معاه بإذن الله في البطولة بإذن الله. يعني أنت عايز تقول للكابتن حسام هتكلمني ما تقلقش. بإذن الله بشغلي بإذن الله وتعبي في الملعب بإذن الله وإحصائياتي إن شاء الله هيكلمني بإذن الله. أنا متأكد السنة دي بإذن الله أختم إن شاء الله بإذن الله الموسم وأنا أكون إن شاء الله مع المنتخب الأول بإذن الله. يا رب إن شاء الله، وربنا يا رب يوفقك دايما. أكيد زي ما حلمك العودة للمنتخب أكيد عندك الحلم كمان، حلم كبير هو وعودة للحب الكبير. إن شاء الله كابتن بإذن الله، وده والله أنا طالع السنة دي عشانه بإذن الله، أرجع بإذن الله بيتي وأشتغل فيه وأتعب فيه من حلمي وأنا صغير. هو حبك يعني الكبير ده إيه أصلا؟ النادي الأهلي طبعا. طب ما تقول كده، ما أنت قلقان من إيه؟ قول لي الحب الكبير هو النادي الأهلي. أنت عارف يا كابتن سيف. ما أنا عارف، بس الناس لازم تعرف حبك الكبير هو مين؟ ان شاء الله كابتن في النادي الاهلي باذن الله اكيد، يعني ده شرف ان انا البس التيشيرت بتاعه في يوم من الايام يعني والعب ليه ان شاء الله. اكيد كمان يا محمد الفتره اللي فاتت كل المعارين للنادي الاهلي دلوقتي بيلعبوا وبيتالقوا، وما بيطلعوا بره بيتالقوا، وده اكيد مديكوا حافز كبير ان هنرجع هنلعب. يعني الحمد لله كل اللي طلعوا عرض دلوقتي سنهم صغير وعندهم طموح ان هم ان شاء الله يبقى لهم دور السنين اللي جايه مع النادي الاهلي، فكله بيطلع عارة لازم يثبت نفسه ويخلي المدرب يشوفنا يتفرج علينا ويقول لك انا عاوز الراجل ده ارجعوه عشان احتاجه السنه الجايه، فكله مركز ان هو ان شاء الله باذن الله يرجع السنه الجايه يعني يبقى له دور. بيفضل دايما الاهلي حلم كبير جدا لاي لعيب بينتمي له ان هو يلعب فيها. محمد ليه؟ والله يا كابتن سيف كل حاجه في النادي الاهلي يعني كله بيساعدك ان انت تنجح، وكله كل الناس بتحب بعض وكله بيحب شغله، فعشان كده يعني كل الناس ان شاء الله هناك ماشي على الخطوات ديت، فكله ان شاء الله باذن الله يعني بيتمنى ان هو ايه يبقى موجود في النادي. اي حد من اللعيبه موجود في النادي الاهلي دي الشرف ان هو موجود وبيتعب وبيجتهد عشان يفضل ثابت في المكانه دي، عشان النادي الاهلي في حته ثانيه عن اي فرقه. يعني مثلك الاعلى في الاهلي مين؟ كابتن وائل جمعه طبعا. كابتن الصخره كابتن وائل جمعه طبعا. وحاليا؟ لا حاليا بقى بره. بقى حاليا بره حجازي؟ لا مش مصري. لا مش مصري. لا انا بكلمك حاليا في النادي الاهلي، يعني حاليا اللي موجودين دلوقتي مين؟ لا ما فيش والله، فيه هو كابتن وائل جمعه يعني. هو انت انا كنت بحبه وانا صغير. انت قافل على وائل بس؟ ها ما فيش يعني ان شاء الله باذن الله يعني اخذ منه حاجات ان هو المميزات بتاعته ان شاء الله، ومع امكانياتي انا ان شاء الله يعني باذن الله بقى حاجه كويسه يعني ان شاء الله. يا رب. حد كلمك من الاهلي تواصل معاك؟ لا والله لسه، بس يعني كان في مكالمات يعني انت ماشي كويس واحنا متابعينك كويس وشد حيلك وكده يعني. مين اللي كلمك قال لك ماشي كويس؟ كابتن امير توفيق. كابتن امير توفيق دي بشرة خير، طالما قال لك ماشي كويس بشرة خير، قربت اهي قربت. ان شاء الله يا كابتن. ربنا يوفقك يا محمد ان شاء الله باذن الله، وترجع وتكسر الدنيا حبيبي. كابتن سيف ربنا يخليك يا رب. تسلم يا كابتن، بتمنى لك كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. محمد عبد المنعم واحد من المعارين من النادي الاهلي، ايضا ناصر ماهر واحد من المعارين، ناصر منسي واحد من المعارين من بيراميدز لطلاع الجيش. ناصر مساء الخير. اخيرك يا كابتن سيف، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني حبيبي يا كابتن. والله انت اكتر. والله الحمد لله يا كابتن تمام. المنتخب الاولمبي واحلامك وطموحاتك في اللي جاي. والله يا كابتن طموحاتي ان انا اشتغل كويس وعشان اروح معاهم طوكيو، وان شاء الله المعسكر الجاي ده عندنا معسكر يوم الاحد، وان شاء الله نعمل معسكر كويس باذن الله يا كابتن عشان بقى نجهز بقى لطوكيو ان شاء الله يا كابتن. يا رب ان شاء الله. انا حبيب. سمعت كده ان كان في كلام ان انت من بيراميدز للزمالك، وسمعت ان كان في كلام للاهلي، ايه الكلام المظبوط؟ كان في كلام يا كابتن، كان في شهر واحد وكده كان حد من نادي الزمالك اتكلم من الوكيل بتاعي. والوكيل بتاعي اتكلم مع بتوع الجيش وكده، والعميد احمد رفض، وبتوع بيراميدز برضه كلموا العميد احمد وبتاع لهم في اخر السنه وكده ورفض يعني يا كابتن سيف يعني. انت كان عندك مانع انك تروح الزمالك؟ لا يا كابتن، لا يا كابتن ما عنديش مانع، واي حد يتمنى يلعب في الزمالك والاهلي يا كابتن وبيراميدز طبعا.
بس طلع الجيش كمان الحقيقه فريق كبير ومؤسسه كبيره، والعميد احمد المهدي واحد من الشخصيات المحترمه جدا. طبعا والله كابتن سيف هم ناس محترمه قوي، وانا والله انا بقالي سنتين معاهم اهوت، انا مبسوط معاهم قوي والحمد لله كابتن، وان شاء الله نسمع من اللي احنا فيه دوت. انت كمان تألقت معاهم وظهرت الحقيقه بشكل رائع، وان شاء الله باذن الله ده يعود بشكل جيد على المنتخب الاولمبي. طموحاتك بقى مع المنتخب الاولمبي، وانت ان شاء الله باذن الله واحد من اللي هيكونوا موجودين في الاولمبياد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن سيف، طموحي كابتن والله انا نفسي اروح معاهم واخد ميداليه ان شاء الله يا كابتن سيف باذن الله، دي طموحاتي يعني، ونعمل حاجه كويسه باذن الله في طوكيو يا كابتن. تاخد ميداليه يعني، انتوا رايحين على كده مش رايحين تمثيل مشرف والكلام اللي الحاجات ده؟ لا لا يا كابتن، احنا المنتخب بتاعنا ما شاء الله يا كابتن لعيبه جامده قوي ولعيبه كويسه ولعيبه على اعلى مستوى كابتن، احنا رايحين نعمل حاجه كابتن، احنا الاثنين كويسين وان شاء الله ناخد الميداليه كابتن باذن الله، ربنا يكرمنا. هل شايف ان يعني التلاتة كل واحد دلوقتي قاعد الآن من التلاتة الكبار اللي كابتن شاوي هيضمهم في أنهو أماكن وعلى حساب مين، شاغل بالك بالحتة دي؟ لا يا كابتن والله لا أنا مش شاغل بالي خالص والله يا كابتن، أنا مركز في شغلي وكده وأنا مش شاغل بالي ولا، دي حاجة بتاعت الكابتن شاوي غريب يعني، دي حاجة بتاعته هو اللي اختار، أنا مش شاغل بالي ولا شاغل بأي حاجة والله يا كابتن. احساسك وشعورك وانت دايما الكابتن شاوي غريب بيقول ان الاولمبيات اللي جايه دي تغيير مستقبل جيل بالكامل، جيل ممكن يكون موجود هو في المنتخب الاول القادم، جيل ممكن يكتب تاريخ ويسطر تاريخ كبير لنفسه، ولا قدر الله لو في اي حاجه تبقى الامور صعبه، شايف المساله ازاي؟ لا كابتن والله انا ما فيش حاجه صعبه يا كابتن، الجيل بتاعنا ده احسن الجيل يا كابتن في مصر. انا ده الجيل بتاعنا كابتن، انت حضرتك شايف يعني بتشوف بطوله افريقيا وكنا كويسين قوي فيها وخدناها يعني ده الجيل بتاعنا، انا مش هشوف زيه الصراحه كابتن. مين 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 يا ناصر اقرب واحد ليك في المنتخب الاولمبي؟ او اقرب اثنين؟ اقرب ثلاثه؟ اقرب واحد ليا عمار حمدي وصلاح محسن. عمار حمدي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ تضحك. عمار حمدي يا كابتن ده حبيبي دوت، بياكل كتير قوي يا كابتن سيف. يا رب دايما يوفقك ويوفقك مع عمار ويكرمكم كلكم يا رب في اللي جاي. حبيبي يا كابتن سيف ربنا يخليك. اشكرك يا ناصر، اتمنى لك حبيبي كل التوفيق. حبيبك اشكرك كل الشكر ناصر منسي، واحد الحقيقه من نجوم المنتخب الاولمبي ونجوم طلائع الجيش الحاليم، بشكره شكرا جزيلا. واحد من المعارين ايضا من الاهلي للجونه، العربي بدر. عربي مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه، عامل ايه؟ كله تمام، ازي حضرتك؟ كله بخير. مبروك انضمام للمنتخب الاولمبي. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن، ربنا يخليك. طموحات كبيره يا كابتن شاوي غريب، وانت واحد من الناس الاسامي اللي قررت معانا كتير، واضح كده ان هيكون ليك دور كبير في المنتخب. والله يا كابتن ان شاء الله ربنا يا رب يوفقني ويكرمنا على كابتن شاوي، وانا تحت امر المنتخب يعني في اي وقت يعني، وانا جاهز ان شاء الله، احنا عاملين اعداد كويس مع كابتن رضا في الجونه، وانا جاهز يعني في اي وقت ان شاء الله. الجونه ساعدتك بشكل كبير السنه دي، والمستوى اللي ظهرته بيه كفريق الحقيقه اكثر من رائع. طبعا الحمد لله كابتن رضا طبعا مقدم معانا شغل كويس جدا، تكتيك وفنيا ونفسيا مع اللعيبه فارق جدا، واللعيبه طبعا هدفهم واضح جدا من اول السيزون، وهدفنا ان شاء الله نبقى في مكانه كويسه تليق بنادي الجونه، واحنا ان شاء الله قد ده، وان شاء الله عندنا ماتش الجاي هندي ان شاء الله نقدر نكسب باذن الله. حلمك السنه الجايه موجود في الجونه ولا فين؟ والله هو يعني كل ده بتاع ربنا، بس انا يعني انا مربوط بعقد مع النادي الاهلي عرض شغل نادي الجونه، وان شاء الله اقدمهم بقى اكمل وجه واعمل وابذل كل مجهودي ان انا اقدر اضيف لنفسي واضيف لنادي الجونه حاجه، فانا ان شاء الله يعني تحدي ما بيني وما بين نفسي من اول ما رحت، والحمد لله ربنا كافئني وكرمني واختاروني في منتخب الاولمبي، وان شاء الله اكون عند حسن ظن جهاز الفني منتخب مصر. هل عربي في مصر ليك اختيارين بس، العوده للاهلي او اللعب للجونه، ولا ممكن تكون في حته ثالثه؟ حضرتك كابتن والله يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان انا موجود مع الاهلي، فانا لو في اي حاجه طبعا مع الاهلي يعني، اي حاجه هتمشي مع من خلال النادي الاهلي يعني، لو في حاجه ارجع النادي الاهلي انا موافق، ما فيش اي مشكله، في حاجه بره انا موافق طبعا، والنادي الاهلي وافق طبعا، وان انا اطلع اوكي ما فيش مشكله، لو هم عايزين يعاروني تاني
فانا ما عنديش اي ادنى مشكله، انا تحت امر النادي يعني. هل لو انت اختيارك والله خالص يا كابتن، بس دي الحقيقه. هل لو انت اختيارك الاعاره واللعب، ولا في حاله العوده الاهلي والاهلي ياخد قرار انك ترجع وتخش كومبيتيشن وتخش الصراع انك تلعب او لا، تختار انهي سكه؟ اختار انهي سكه، اللي انا العب وابقى موجود، علشان انا لو فضلت موجود في الاهلي وما باخدش اي ماتشات ولا اي حاجه، ولا كنت اروح منتخب الاولمبي، ولا كنت هتشاف، ولا كنت اي حاجه هتحصل. كل ده بيجي من خلال اللعب، كل ده بيجي من خلال مشاركتك في الدوري والناس بتشوفك وماتشات بتتباع، فكل ده يعني بيبقى قدام الناس طبعا. فالناس بتقدر تقيمك والناس بتقدر تحكم عليك من رؤيتهم ليك طبعا. بس عايز اديك نصيحه يعني لو تسمح لي. اتفضل يا كابتن. في وقت في حياتك اطلع اعاره والعب زي ما انت كده وروح المنتخب الاولمبي، وفي وقت في حياتك لو الاهلي نادالك خش الخناقه، يعني ارجع وخش الكومبيتيشن، او الخناقه ده مصطلح ان المنافسه يعني، وخش المنافسه وعافر عشان تلعب. عمرك ما هترجع الاهلي وانت بتلعب على المضمون. انا عارف دلوقتي ان كل الاولاد الصغيره وكل الشباب. اتفضل. حضرتك في النادي الاهلي ما فيش حد بيبقى حاجز مكانه، صح يعني صح كله صح. كله بيفضل يتمرن ويبتعد، يعني من اكبر واحد لاصغر واحد كله بيبتعد على نفسه، بيتمرن وبيتمرن مرتين وثلاثه عشان يبقى موجود. اصل النادي الاهلي مش قليل، النادي الاهلي كبير جدا، فاللي انت تبقى موجود في حته كبيره لازم تبذل اقصى مجهود. فانا يعني انا ان شاء الله لو ربنا كاتب لي الخير ان شاء الله ارجع واقاتل وابقى موجود مع اللعيبه الكبيره دي ان شاء الله، ربنا يكرم يا رب، وانا بتمنى كل ده يعني. ربنا يوفقك عربي ان شاء الله باذن الله مع الجونه، وترجع الاهلي ووفقك مع المنتخب ان شاء الله وكسر الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن سيف، متشكر جدا يا كابتن. اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا للعربي بدر لاعب نادي الجونه. على فكره انا بنصح الناس تواجه الله، لان الناس ساعات بتاخد الكلام ان الناس مش عايز ترجع الزمالك، لعيب مش عايز يرجع لاي، لا اللعيبه الصغيره لما بتيجي تعبر بتقول لي العب العب العب. فبس بننصح يعني، بتبقى نصيحه ارجع، وانت بتدي تصريحات ارجع، التصريح ممكن هيتاخد عليك، فما بيكون ولد صغير بنحبه بنساعده فبنقوله لا ارجع وخش الخناقه، لان انت عمرك ما هتلعب غير بخناقه. الخناقه دي مصطلح اللي هو كومبيتيشن، يعني صراع على التنافس، طبعا صراع شريف، ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للكل، للاهلي وللزمالك. نروح لاخبار الاهلي سريعا ثم ناخد اخبار الزمالك سريعا، نشوف. وليد سليمان بيعود بعد 65 يوم، وليد سليمان ده حاجة كبيرة جدا 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 وقامة كبيرة. وليد سليمان بيرجع وموسيماني في انتظاره. موسيماني اتكلم مع وليد سليمان وقال له تجهز هديلك فرصة، تجهز هديلك فرصة، لأن وليد سليمان ما قدم أوراق اعتماده لموسيماني. الخبر اللي هقول لكم ده بقى ده خبر مختلف تماما. غرامة كبيرة جدا لأي لعيب من النادي الأهلي، تصل لرقم كبير جدا لأي لاعب هيكون موجود في أي مناسبة أو أي تجمعات نظرا للكورونا. يعني عايزين كابتن سيد عبد الحفيظ عايز يدي رسالة ومسج إن اللعيب اللي هيستهتر وهنفقده بسبب إن هو عشان الناس تاخد الكلام مظبوط، مش اللي يجيله كورونا، اللي يجيله كورونا دي بتاعت ربنا، كل واحد في الآخر معرض، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. ولكن اللعيب اللي هيبقى في مناسبة، اللي هيروح حفلة، هيكون موجود في فرح، غرامة مالية كبيرة جدا تصل لرقم تاريخي، رقم كبير بنقول اهو عشان نفكر بيه. اللي بكلمه بقوله كابتن سيد عبد الحفيظ قاله اكيد للعيبة، ولكن اول مرة نسمعه في الاعلام. غرامة ورقم كبير جدا 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 لاي لعيب في النادي الاهلي هيكون موجود في اي فرح، في اي تجمعات، في اي حاجة خلاص. والحقيقة شابوه النادي الاهلي في هذه المسألة. ليس اللاعب اللي هيجي له كورونا، اللاعب هيجي له كورونا قلنا دي بتاعت ربنا، كل بني ادم معرض، تحت شعار اعمل اللي عليك وسيب بقى الباقي على ربنا. الموضوع الثالث يخص كهربا. الكابتن محمود الخطيب اعطى الضوء الاخضر لموسيماني في مساله كهربا. يعني ايه؟ يعني موسيماني هو اللي هيحدد مصير كهربا في النادي الاهلي الموسم القادم. نجح كهربا ان اتمرن موت نفسه، قال انا اهو الراجل شافه يعني مدغدغ الدنيا، قراره عايزك او مش عايزك. ودي فيها شجاعه كبيره جدا من الكابتن الخطيب ومن النادي الاهلي.
كان ممكن ناس تقول لك اصل الناس هتقول اخذناه من الزمالك الصفقه ما اشتغلتش ما قلنا ايه اصل الحكايه. لا 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 لا, لا. مبادئ وسيستم النادي الاهلي اهم من كل الكلام ده. اخذنا كهربا مشي في السيستم, اهلا وسهلا ما مشيش خلاص. اذا مصير كهربا الموسم القادم في ايد موسيماني, على كهربا بذل 20 50 100 ضعف عشان يقول لموسيماني اديني الفرصه, لان موسيماني الان قافل تماما. ده موضوع كهربا من طقطق لسلام عليكم. نشوف موضوع الزمالك مع بعض. اوليفيرا جه مدرب حراس مرمى الزمالك, واحمد عبد المقصود مدرب مساعد خلاص وصلوا وهيكونوا موجودين في الجهاز الفني. هنقعد نقول اللجنه الثلاثيه مكمله, تغيير اضافه لجنه, يعني هيحصل تعديل, هيحصل اضافه اسامي, كل ده مش مشكله, كلهم ناس محترمه, كل واحد بيجي بيأدي. الرساله اللي عايز هنا اوصلها لا هي رساله لجنه ثلاثيه ولا رسالة وزير شباب ورياضة قاعدين بالنادي عليه ولا رسالة أي حد خالص. الرسالة هنا رسالة لعيبة, رسالة لعيبة. يعني أنا خلي بالكو والكلام اللي هقوله ده احتمال يزعل حد واحتمال يضايق حد. أقوى ما في هذه المنظومة, أقوى ما في هذه المنظومة لعب الكورة. عمر ما حد بيحاسبه, عمر حد حاسب لعيب كورة؟ عمر ما حد بيحاسبه, بيجي في الاخر يطلب مستحقاته حتى لو كسب وخسر. بنشوف رئيس نادي بيمشي, بنشوف رئيس نادي بيقعد, بنشوف رئيس اتحاد بيمشي, بنشوف رئيس اتحاد بيقعد. عمرنا شفنا لاعب بيمشي؟ ما بيمشيش, اللاعب قاعد واللاعب هو اقوى واحد في المنظومه. في النهايه ناس كتيره جدا بتمشي. تخيلوا كده اما اقعد اعدلكم على اسامي كبيره جدا, اسامي كبيره جدا, كابتن اشرف قاسم وكابتن عبد الحليم علي وكابتن ايمن يونس وكابتن فاروق جعفر وهنا جه وهنا مشي وكابتن مدحت عبد الهادي, وكلها اسامي رائعه جدا جدا وادوا الحقيقه اداء جيد. التاثير من عندهم؟ التاثير من اللجنه الثلاثيه التقصير لنادي الزمالك؟ اكيد لا. يعني معنى كده ان هم عاملين كل حاجه 100 100؟ اكيد لا, كل حد عنده كويس وعنده خطا, ولكن جرى العرف لو اللعيبه كسبت هنقول يا سلام, يا سلام على الإدارة الرائعة, يا سلام على الجهاز الفني الرائع. طب إيه الموضوع؟ الموضوع إن لازم مرة نقف مع نفسنا ونكلم اللعيبة الأرقام الكبيرة اللي بتاخدها, نفهمهم ونقول لهم إن في جمهور بالملايين بيساندكم بيشجعكم بينادي عليكم, في إدارة بتجيب بالملايين عشان تدي لحضراتكم الفلوس, سواء الإدارة الحالية أو الإدارة السابقة أو أي إدارة. مش بخاطب هنا اسماء, مش بقول هنا ان فلان الفلاني افضل من فلان ولا فلان كان اسوأ, كل واحد اجاد بمقدار او باستطاعته او بوجهة نظره, ولكن في النهاية خلوا مرة الحديث للاعبين. اللعيبة نفسها لازم تقعد تتكلم مع نفسها. اللعيبة ملهاش دعوة بإدارة مشيت وإدارة جت وتغيير هنا وتغيير هنا. اقفل على نفسك, اقفل على نفسك واكسب, اقفل على نفسك وحس ان فيه ملايين كتير بتدفع وفي جمهور كبير واقف وراك وفي جمهور مساند ليك. ساعات الحقيقه بحس ان القرار بيروح مثلا للوزير, يا اشرف يا صبحي وزير الشباب والرياضه الفرقه ما كسبتش, هو اشرف صبحي ينزل يلعب بنفسه؟ طب الفرقه لو كسبت, يعني الفرقه لو كسبت بقى الوزير اشرف صبحي ده القرار حكيم جدا وقرار رائع جدا وقد ايه الموضوع. طب مال اللي احنا بننادي عليه؟ يعني مال الوزير؟ مال اللجنه اللي بتدير اللي جابت فلوس او متاخرات للزمالك ودفعت المستحقات؟ هنا بقى اللعيبه بقى تقف, اللعيبه تطلع تقول الموضوع بتاعنا احنا, الموضوع عندنا. نفسي مره يبقى الموضوع عند اللعيبه والحساب يبقى عند اللعيبه. دي على فكره شهاده الحق مش لاي حاجه, كل واحد قاعد بيفكر في حاجته, ولكن ليك وعليك. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله لنادي الزمالك, ايضا نتمنى كل التوفيق للاستاذ عمرو الدردير بتوليه رئاسه المنظومه الاعلاميه داخل نادي الزمالك. وطبعا الحقيقه استاذ عمرو ده ضيف دائم معانا يوم الاثنين مع الاستاذ علاء عزت, والحقيقه عاملين نجاح رائع جدا جدا جدا, وانا سعيد جدا 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 باختيار عمرو الدردير, وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى له يا رب
كل التوفيق. في لاعب كورة ممكن يكون بيشتغل نقاش وده شيء يحترم جدا ويستاهل عليه كل التحية، محمد عشري. ده حالة خاصة جدا. الناس دي على فكرة أنا مش بس بحترمها، لا أنا بعتبرها كده أساطير، فيديو كده نتفرج عليه ونتعلم منه كتير. ثم فاصل، وبعد الفاصل جهاد عرابي وتحليل السوشيال ميديا بالأرقام مع جهاد بعد الفاصل. محمد عشري لاعب سميستا وهدفها فرويد سميستا، اللي شغال بالنهار نقاش وبالليل لاعب كرة. كلمني عن حرفتك وبقالك كم سنة شغال فيها؟ بقالي 6 سنين شغال فيها، ساعة ما بدأت يعني يعتبر لعب كور. وأنا كنت بلعب في الفشن وبدأت الإمكانيات تعبانة، فبدأت إن أنا أشتغل عشان أقدر أروح تمريني وألعب كرة. ما فيش إمكانيات خالص، يعني الواحد بيشتغل عشان يقدر يصرف، يعني أنا ساعات بستلف فلوس عشان أروح التمرين يعني. لان اصلا مفيش ماديات انها تساعدني ان انا ابطل شغل يعني، لان غير كده انا مش هقدر العب كوره اصلا. يعني الحرفه دي هي اللي بتخليك تمارس كره القدم؟ لان انا بقدر اوفر منها فلوس ليا وفلوس لاسرتي، لان انا متجوز اصلا. متجوز؟ عندك كام؟ لسه والله ان شاء الله جاي في الطريق. قول لي يعني دي المهنه الرئيسيه بتاعتك، الكوره ما بتجيبش فلوس؟ ما بتجيبش فلوس، مفيش والله ماديات خالص، انا لحد دلوقتي ما خدتش فلوس من الكوره. ازاي ما بين شغلك وما بين تمرينك وما بين مبارياتك؟ والله كنت بلعب درجه ثالثه السنه اللي فاتت، فكان في وقت ان انا اروح شغل واشتغل، كان مثلا 3 تمرينات بتاع كده يعني، فكنت بشتغل في ال3 ايام اللي التانيين. لكن حاليا لما رحت ممتاز به الوضع اختلف، فكل يوم تمرين، فما فيش وقت ان انا اشتغل. تشتغل بالنهار وتتمرن من بعد العصر؟ يعني الصبح مثلا اشتغل ولحد التمرين واجي ماشي على التمرين واروح اشتغل. عدد كام في سمستر؟ عادي 30. خدت منهم قد ايه؟ ما خدتش منهم حاجه، خدت 3000. ماضي 30000 خدت 3000. ماضي 30000 خدت 3000. طلباتك يا محمد؟ طلبات ان ربنا يعني الاتحاد يبص علينا شويه، لازمه الماليه، ويوفروا لنا بس يعني الامكانيات بتاعتنا ان احنا نقدر نلعب ونطلع اللي عندنا بس، وان شاء الله نحقق حلمنا. هل الشغلانه دي مأثره عليك في الملعب؟ ايوه طبعا، انا بس لو العب كوره بس تمرين وماتشات هطلع كل اللي عندي، لكن انا ببقى في الملعب بفكر امتى طب هشتغل عشان اوفر فلوس لبيتي ولاهلي، فدي مخلياني مفيش تركيز خالص يعني. كل اسبوع زي ما معودينكم في نفس الميعاد جهاد عرابي، وكل الورق ده بتاعها والارقام والحاجات دي. مشرفاني ومنوراني. انا اللي بتشرف دايما بوجودي مع حضرتك والله يا كابتن. ربنا يخليكي، ده انا اللي بتشرف بيكي دايما. قولي بقى النوته دي فيها ايه؟ النوته دي فيها ان احنا اول حاجه هنتكلم عن اللي حصل الاسبوع ده، وبعد كده عايزين نتكلم شويه عن تعامل الناس في مصر مع السوشيال ميديا في المنظومه الكرويه كلها. الاول هنروح طبعا قائمه المنتخب اللي تم اعلانها بالامس، وايه اللي حصل بعد ما القائمه تم اعلانها، ان كان في ترند في مصر طبعا الجمهور المصري ما بيصدق اي حاجه، لازم يعني هتلاقي في انتقادات وناس مع وناس ضد. فلما تم اعلان اسماء المنضمين لقائمه المنتخب كان الترند في مصر منها محمد ابراهيم وحسام البدري وصلاح محسن وابو جبل ومحمد فاروق وعمرو جمال ورمضان صبحي، دي اللي تخص الكوره. فده اللي انا كنا دايما بنتكلم مع حضرتك فيه يا كابتن، الناس دايما بقت واخده السوشيال ميديا ان هي دي المدرج، هي دي المنصه اللي هي بتقول عليها رايها، بس دلوقتي بقينا نشوف ان مش بس الجمهور اللي بقى بيقول رايه، كل الناس بقت بتقول رايها دايما. يمكن الناس بتتكلم على ان السوشيال ميديا ساعات بتبقى مضره او ان هي دلوقتي بتضر الكوره، بس يمكن حتى لو كان الجماهير بتحضر برضو كنا هنشوف ده على السوشيال ميديا، لما يكون عندك مساحه كبيره قادر تقول فيها رايك طول الوقت مع اي كلمه مع اي حرف بيتقال، الموضوع بيبقى بالشكل ده. بس ترند ده خايب ظنك، لان انت دايما كنت صاحبه نظريه الاهلي والزمالك، ابو جبل دلوقتي في الخامس ومحمد ابراهيم لاعب سيراميكا في الثاني. تقولي لاعب محمد ابراهيم من الزمالك بس هو دلوقتي بيلعب في سيراميكا. لا ده بقى احنا ممكن نرجع هنا للنقطه اللي احنا قلنا فيها ان الترند السيء دايما هو اللي بيتصدر، او الترند السلبي، او الترند اللي فيه. بس محمد ابراهيم مش سلبي، ده بينادوا عليه.
بينه وبين يعني ما اظنش ان في تفاوت. اكيد ايجابي لان محمد عامل موسم من افضل مواسمه فكل الناس بتنادي ان هو يكون موجود في المنتخب. اكيد طبعا انا بتفق مع حضرتك ان في ناس كتير بتنادي بوجود محمد ابراهيم في المنتخب وان هو مأدي اداء كويس مع سيراميكا، بس في ناس كتير برضو شايفه ان هو رد فعله على يعني على السوشيال ميديا ما كانش مناسب. اعتراض ليه هو بالزبط. ولكن مش موضوع اختياره من عدم اختياره بالظبط، بس لما يبقى في يعني مجموعتين من الناس عندهم رايين على نفس الشخص سواء واحد ايجابي واحد سلبي الموضوع عمل بومينج اكتر بالنسبه له، عشان كده شايفين محمد ابراهيم حتى يمكن قبل كابتن حسام البدري كمان صاحب الاختيارات كلها. بعد كده بقى نروح لماتش الاهلي، نرجع شويه ماتش الاهلي والزمالك. طبعا ماتش الاهلي احنا كان طبعا كلمه الاهلي رقم واحد زي احنا متفقين على طول، وبعدها عندنا ياسر ابراهيم ومعلق المباراه طبعا استاذ احمد طيب، بعدها طاهر محمد طاهر محمد شريف افريقيا الاهلي. الاهلي رقم واحد ده عشان المناسبه فيها الاهلي، عشان المناسبه عشان المباراه مباراه الاهلي عشان دايما لما الاهلي او الزمالك بيبقوا طرف دايما اساميهم بتبقى هي التوب ترندز. وافريقيا اهلي ومروان والشوط الثاني لان الناس كانت بتعلق على اداء الاهلي في الشوط الثاني بشكل كبير، والعشره يا اهلي وموسيماني والسوليه. بنشوف ايه؟ بنشوف اللعيبه اللي كانت يعني مميزه مع النادي الاهلي كلها بتتصدر الترندز فعلا بعد مباراه الاهلي. بعدها بقى نروح للترندز اللي بعد مباراه الزمالك، انا جايبه كمان اثناء المباراه وبعد المباراه او بعد الشوط الاول وبعد الشوط الثاني. بعد الشوط الاول الزمالك كان رقم واحد في الترانس برضو زي ما متعودين الزمالك والاهلي، ده في وقت المباراه كان نفس اليوم، وبعدها باتشيكو، بعدها رقم اربعة زيزو، خمسة البايرن، ستة مودريتش لان كان في ماتشات في تشامبيونز ليج، وبعدها سبعة احمد عيد، ثمانية حمدي النجاز. ويمكن احمد عيد وحمدي النجاز برضه من الحاجات اللي احنا بنقول عليها ان هم مثلا كان الناس شايفه من اول الشوط الاول ان في مشكله في الحته دي، ان اللاعب ده حتى اللاعب اللي من الترجي اللي طبعا جمهور الزمالك والجمهور المصري عارفه بشكل كبير حمدي النجاد كان بيأدي اداء مميز او ظاهر جدا من بدايه المباراه، فهو تصدر الترندز من بدايه المباراه. احمد عيد يمكن كان عنده مشكله لان هو كان بيلعب في نفس الجبهه. على فكره بالمناسبه احمد عيد عبد الملك كان في برضه قصه الساعات اللي فاتت مع كابتن حازم امام الكبير. تصريح كابتن حازم امام الكبير دلوقتي كذب على صفحته ان الكلام ده مش حقيقي، ان الموضوع مش بتاعه اصلا. بالظبط. يمكن دلوقتي الموضوع عشان برضه صفحات يعني بقى في صفحات كتير، بقى في اراء كتير، بقى في ناس كتير برضه مصادر وهي مصادر مش يعني ما عندهاش مصداقيه عاليه بقت تكتب اي حاجه وفي ناس كتير بتصدقها، هي دي اللي دايما كنا بنتكلم عليه ان احنا لازم ندور ورا المصداقيه، لازم ندور ورا مصدر الخبر مش اي مصدر، يعني في حاجات لازم تاخدها من المسؤول بس، تاخدها من النادي بس، من سوشيال ميديا النادي الرسميه، من موقع النادي الرسمي بس، في اخبار ممكن تاخدها من مواقع ممكن يعني مش من صفحات كمان، من مواقع او منصات صحفيه وده في حاجات معينه مش في كل الحاجات كمان. بعدها بعد المباراه كان اسم الزمالك في الاول، بعديها البايرن، بعديها باتشيكو. بس في الاخر نروح للنهارده بقى بعد قرعه دوري الابطال، ايه اللي حصل؟ بعد قرعه دوري الابطال على طول شفنا الناس كلها طبعا بتتكلم على الريال وليفربول اللي هم كانوا بيتصدروا في مصر الترانس، الريال رقم واحد، بعديها ليفربول، بعديها صلاح، حتى الريال اللي هو كان فوق ليفربول وصلاح كان فوقيهم بسبب صلاح. بسبب طبعا مواجهه ليفربول والريال المرتقبه اللي وضحت لنا النهارده، بعديها باريس وتشيلسي والبايرن والسيتي والليفر وريال مدريد والقرعه، يعني المصريين فعلا بيحبوا الكوره حتى مش بس الكوره المحليه، لا حتى في اي حدث يعني يخص الكوره عالمي سواء في صلاح طبعا اللي بيزود الموضوع بشكل كبير في المنطقه العربيه كلها مش بس في مصر، لا بس في اي حدث عالمي المصريين موجودين مع الكوره دايما بشكل كبير جدا. بعد كده انا يعني كنا عايزين نتكلم يعني كنت عايزه اتكلم مع حضرتك على موضوع التعامل يعني المؤسسه او المنظومه الكرويه. كملي براحتك استني اسالك كملي. انا حاسه ان انا مش سايبه الحركه من ساعه. لا 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 براحتك. لا يعني النهارده كان يعني اخر كام يوم شفنا الجمهور بشكل كبير على السوشيال ميديا بينتقد تعامل اللعيبه والمؤسسه يعني منظومه الكوره بشكل عام في مصر على السوشيال ميديا. فده يعني الجمهور احنا بنشوفه جزء من المنظومه الكرويه اللي احنا بنتكلم عليها، بس الجمهور هو الحاجه الوحيده اللي انت مش هتقدر تحط عليه ضوابط، لكن هل المفروض اللعيبه يعني دي دايما نقطه خلاف ان في ناس بتقول ان حسابات اللعيبه على مواقع التواصل الاجتماعي دي حريه شخصيه ليهم؟ طبعا لا، حاجه يعملوا عليها اللي هم عايزينه، هم احرار ما دام بره الملعب. طبعا لا. لكن هل ده صح؟ هل ده غلط؟ هل ده بيأثر على اللعيبه؟ بيأثر على نفسيتهم؟
بيأثر عليهم بشكل كبير جدا طبعا. مش بس كمان بيأثر على علاقتهم مع جمهورهم وعلاقاتهم مع لا 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 بدليل ان كل مؤسسة رياضية مثلا الاهلي الزمالك اي نادي كل نادي ليه سيستم في التعامل وليه خصومات في التعامل وليه طريقة في التعامل على السوشيال ميديا مع لعيبته. يعني مثلا النادي مش هنشوف حد بيكتب الزمالك لو مثلا كتب بغرامة. يعني كل واحد ليه سيستم. فاذا حسابك الشخصي وانت على فكرة مش بس وانت لاعب وانت لاعب وانت اعلامي وانت في اي مؤسسة وانت في اي مؤسسة لا بتتبع مؤسسة كبيرة مش مسألة شخصية عامة. شخصية عامة انت ممكن تكون انت حسابك لنفسك ولكن انا النهارده بنتمي مثلا لقناه كبيره او انا مثلا النهارده اعلامي مش حتى مش كلاعب اجي النهارده اكتب وجهه نظري تعبر عن المكان اللي انا فيه. ففي النهايه بتبقى دي حاجات طبيعيه ريليتد ببعض. بالظبط. احنا كنا حتى يعني احنا لما بنيجي نشتغل مع مثلا شخصيه عامه او شخص تابع لمؤسسه زي ما حضرتك بتقول وبيطلب مننا مثلا ان احنا نتابع حساباته او ان احنا نشغلها بشكل بروفيشنال او كده دايما بيبقى الموضوع انت بتمثل ايه؟ انت رسالتك لمين؟ انت مسموع بدرجه ايه؟ انت انفلونسر يعني انت مؤثر. انت مؤثر مش على السوشيال ميديا بس. السوشيال ميديا دلوقتي بقت انعكاس للشارع انعكاس صح. للمدار انعكاس للكوره. فانت ما دام انت شخص مؤثر يبقى لازم تبقى قد المسؤوليه دي. هل مش من حق اللعيبه ان هي تقول رايها على السوشيال ميديا؟ في اوقات بيبقى مش من حقهم. في اوقات بيبقى ضوابط النادي وضوابط نفسه كمان وقيمته في السوق وقيمته كشخصيه عامه واللي هو البراند ايمج اللي احنا بنتكلم عليها بتبقى اهم. بتبقى ممكن تخليه ما يقولش رايه. امتى الرد على الخبر يبقى من قيمه الخبر؟ دي مشكلة احنا بنقابلها في السوشيال ميديا يمكن اكتر كمان من البرامج والمواقع بسبب ان طول الوقت ممكن تلاقي بس دي مسألة ظالمة. لا انت ممكن تلاقي هاشتاج يعني الخبر طق ملايين يشوفوه. طب الرد حتى لو بالتكذيب حتى لو في اثبات في اوقات خلاص. بيبقى الرد مش مستحب مش هو الافضل يعني في اوقات بيبقى مثلا ادارة النادي دي بتتهاجم باشاعة ما بيبقى في اشاعه بتبقى لازم يترد عليها حالا عشان دي هتبوظ الفرقه دي هتاثر على الجمهور دي هيبقى ليها نيجاتيف افكت بشكل كبير. لكن في اشاعات بتبقى يعني زي ما بنقول مزقوقه او زي ما بنقول موجهه او زي بتبقى هدفها بس ان هي عايزه تشوشر على الناس. هدفها ان هي عايزه تودي الناس في حته ثانيه عشان الناس بتفكر في حاجه ثانيه. هل الناس تسالت على كهربا في المنتخب ولا يعني بالحقيقه لا. يعني انا النهارده من متابعتي من امبارح للنهارده على يعني لا الموضوع كان بشكل قليل جدا. في ناس كتير قبل كهربا الناس سالت عليهم. هل الناس سالت على مروان ولا برضه لا؟ في ناس علقت على غياب رمضان بسبب مروان. غياب كوكا غياب مروان. انت قلتي رمضان؟ لا مروان. حضرتك قلت رمضان ولا انت قلتي رمضان؟ والله لا والله قلت مروان. عيدوا لها الفيديو بعد ما تخلص وقولوا لها ان قالت رمضان. في ناس كتير علقت على غياب مروان بسبب غياب كوكا في نفس الوقت او بسبب اصابه كوكا ان هو كان مثلا هل كان المفروض يكون موجود بالذات بعد هدفه الاخير مع النادي الاهلي ولا لا. بس مش برضو مش بالحجم الكبير اللي هو ممكن نقول ان هو من ترند. اختيارات حسام البدري على السوشيال ميديا مقنعه للناس؟ يعني بصفة عامة؟ لمرة نادرة أو لمرة من المرات القليلة بنلاقي الناس بتدافع عن اختيارات المدرب بشكل كبير. طبعا في انقسام وفي ناس كتير مش عاجبها وفي ناس بتتكلم في اسمه واسمين وثلاثة بشكل خاص إن دول مش عاجبهم ولقيناهم في الترند. بس بنسبة كبيرة الناس شايفة لا ما هو كل اللعيبة طالعة برضو بتعترض ما هو كل الناس مش عاجبها. ما هو فعلا أي اختيار لأي قائمة مش هيعجب الناس كلها. صح. جات شرفتيني. ميرسي يا كابتن والله انا اللي بتشرف دايما بوجودي حضرتك. بتشرف بوجودك. ميرسي يا حضرتك. خلصنا فقرتنا مع جهاد عرابي بتشرف دايما بوجودها معايا اتمنى لها كل توفيق ومحمد بسام حارس مرمى طلاع جيش وحارس مرمى المنتخب الوطني في اول ظهور لي بعد انضمامه بعد الفاصل. محمد بسام حارس مرمى طلاع الجيش والمنتخب الوطني في اول ظهور لي بعد الانضمام الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. شرفني منورني. ربنا يخليك. ده شرف ليا ان انا اكون معاك والله. ده شرف ليا وبتشرف بوجودك دايما حبيبي يا كابتن. انا شايفك النهارده جاي انت والمدام فده رايحين تحتفل ولا جايين احتفال ولا ده العادي؟ لا ده العادي يعني ده العادي. هي دايما بتحب تشاركني في كل حاجه او مفيش ثقه ان انت رايح فين. لا يا كابتن مش الدرجات دي. لا الدنيا سهله. الدنيا سهله قوي. هو مش الدرجات دي. هو في درجه عامه في الحاجات دي ولا عادي؟ لا يعني في طبعا درجات شك بس مش لدرجه ان انا بس في درجات شك رايح ان عارف ان انا طالع في برنامج وتيجي بقى معايا مش متاكده ما كده هتشوف. كم سنه جواز؟ اربع سنين. كم مره قفش؟
لا مفيش قفش. ما تقفشتش ولا مره؟ لا ما تقفشتش يعني تقفشت طبعا كذا مره كده في اول الجواز كنا لسه بنحاول نلم نفسينا. بس انت من النوع اللي يعني بتعرف تظبط امورك يعني يعني في اي حاجه ربنا يخليها لك يا رب. في ولاد ايه؟ عندي عدي ومنار. ما شاء الله يا رب ربنا يخليهم. كم سنه؟ 3 سنين عدي ومنار سنه وشهرين. ربنا يخليهم لك ويوفقك دايما. تحب تشوف لعيب كوره؟ طبعا. دايما حارس المرمى يقول لي بص اول حاجه اقولها له ما توقفش جول. دي حقيقه حارس المرمى بالذات. يعني انت مش هتخليه يقف جول؟ لا لا. مركز صعب قوي يعني ضغوطات و وعلى طول انت شايل هم الفريق وغلطتك بفوره وموضوع موضوع صعب يعني. يمكن من اكتر المراكز اللي في الفرقه انت تحس ان انت هي لعبه فرديه وسط لعبه جماعيه. انت ديك مكان محدد انت غلطتك محدش بيقدر يشيلها. فمركز صعب جدا وضغوطات كبيره قوي. بشكر طبعا العميد محمد مهدي. يعني الحقيقه الراجل اول ما استاذناه في موضوع احمد المهدي اول ما استاذناه في موضوعك على طول يعني الراجل رحب. من الشخصيات الحقيقه اللي بكن لها كل احترام احمد بيه. الحقيقه من الشخصيات المرتبه جدا وعامل اداء جيد جدا في طلائع الجيش. ظروفك صعبه يعني ما بتلعبش اهلي وزمالك واعتقد انك ليك تجارب مع المنتخب كتير ولكن بحس بكفاح يعني بحس محمد بسام لازم يموت نفسه عشان يخش السور. والله يا كابتن زي ما حضرتك بتقول كده يمكن حارس المنتخب لما بيروح من بره الاهلي والزمالك ده مدلول الحمد لله ان الواحد بيتعب ويشتغل كويس جدا لان مش يعني طول حياتنا عارفين ان حارس الاهلي وحارس الزمالك دول دايما متاحين في المنتخب بحكم ان انت بتلعب بطولات افريقيه على طول مضغوط على طول مطالب بمكسب عندك ضغط جماهيري عندك ضغط انك دايما عايز تحصل على بطوله فكل الحاجات دي بتاهلك ان انت تبقى موجود في المنتخب. حته ان انت تروح منتخب بره الاهلي والزمالك فالموضوع فعلا بيبقى محتاج شغل كبير جدا ومحتاج تركيز اضعاف اضعاف الحراس اللي موجوده في الاهلي والزمالك لان انت بتبقى محطوط في حته ان انت مطالب ان انت تادي اكتر من الحارس الموجود في الاهلي والزمالك مره واتنين لتظهر للناس تشوفك ناس تحكم عليك كويس. المشكلة كمان مش في كده، المشكلة ان دي المرة الأصعب في التاريخ من وجهة نظري، لأن أهلي وزمالك وكل الأندية الحراس كلها متألقة. صح يا كابتن، يمكن فعلا المرة دي الواحد يعني حاسس الحمد لله ان هو عمل حاجة كويسة ان هو موجود القايمة دي. زي ما حضرتك بتقول في حراس كتير قوي متألقين، في حراس كتير على أعلى مستوى. فوجودي الحمد لله في المرحلة دي الحمد لله بيديني ثقة كبيرة جدا وبيخليني بالعكس بيخليني ازداد اصرار ان انا اوصل ان شاء الله في حته كمان احسن من كده باذن الله. قربت قبل كده من الاهلي والزمالك؟ يا كابتن قربت كتير، يمكن قربت من 5 6 سنين كده كنت قربت من نادي الزمالك كتير. ويمكن عايز اقول بس برضو حاجه يمكن انا قبل كده الزمالك ما قربت 5 سنين اللي حصل؟ انا كان عادي بيخلص مع نادي طلع الجيش وخلاص كنت المفروض بخلص نادي الزمالك بس طبعا نادي الجيش ما رضاش ان انا امشي فاحترمت رغبتهم وجددت ان انا اتابع الجيش تاني. كان الموضوع خلاص هيخلص كاي صفقه فري لان انا كان عادي خلص مع نادي طلع الجيش لكن نادي طلع الجيش تمسك بوجودي وانا ما كانش عندي مشكله خالص ان انا اقعد في نادي طلع يعني الجيش. انت كنت فري وجددت لطلع الجيش وما روحتش الزمالك؟ مش ما غصب عني يعني انا ما اقدرش اقول لطلع الجيش لا لان هو زي في الاول في الاخر ده بيتي وكان هما في الفتره دي كانوا محتاجيني لان ما كانش في حراس موجودين فكنت اقدر اقول لا وكان كنت محتاج ان انا العب اكتر عشان اخد خبره اكتر عشان اكتسب الخبره اكتر لان كان ساعتها موجود كان الشناوي وكان موجود جنش فكان الموضوع هيبقى صعب ان انا والاهلي قربت له الاهلي قربت له برده من فتره الاهلي قربت له من فتره كان الكابتن حسام البدري اللي كان ماسك برده النادي الاهلي وكنت المفروض ان هم لا السنه دي الفتره دي بقى كان لسه عادي مع نادي طلع الجيش في سنه وكان الموقف ده برده مش هقدر انساه. كنت انا وعماد السيد، عماد السيد كان موجود وكان اخر سنه دي وانا كان فاضل لي سنه فعماد السيد كنت مرهون ان انا اروح النادي الاهلي بتجديد عماد السيد فعماد ما جددش فما كانش قدامهم حل غير ان انا يرفضوا العرض بتاع النادي الاهلي ان انا افضل برده موجود. ففي المرتين ما كانش فيه نصيب ان انا اروح النادي الاهلي او نادي الزمالك. السنه دي كان في كلام؟ يمكن اول السنه يا كابتن خالص اول السنة؟ بس ما كانش معايا كان حتى مع الاداره وكان بشكل ودي مش بشكل رسمي. الاداره طلع الجيش؟ بالظبط فكان في كلام وكانت الدنيا بيجسوا النبض هل هي في امكانيه ولا لا.
نادي الجيش ما كانش عنده مشكله في المفاوضات، بس فجاه موضوع النادي الاهلي وقف. اعتقد ان هم ما فكروش ان هم يدوموا حارس مرمى، قفلوا الباب. فما كانش فيه نصيب يعني، هو لحد دلوقتي ما فيش نصيب من واحد يروح الاهلي او الزمالك. ربنا يوفقك في الطلائع، طلائع منظومه كبيره الحقيقه، ودايما يعني بتنضم المنتخب وبتالق بشكل كبير، وربنا يوفقك. عندك معركه مع عامر عام؟ طبعا معركة نزيهة وشريفة يعني. هما بصراحة كابتن الأربع حراس على أعلى مستوى جدا يعني، بطريقة محترمة، كلهم بيأدوا أداء كويس يعني. أنا وعامر بره الكورة حتى إحنا أصدقاء وأصحاب، زي ما حضرتك بتقول أنا نفسي أبقى موجود في المنتخب على طول، ونفس الكلام هو نفسه يبقى موجود طبعا. منتخب مصر ده أنا بحلم من وأنا صغير إن أنا أبقى موجود في منتخب مصر. عارف إن المعسكر والتمرين ليه علاقة باللي هيمشي واللي هيقعد؟ طبعا ده طبيعي يعني، هي المنافسة موجودة دايما في كل حتة. ففي منتخب مصر انا شايف ان التمرين والانطباع اللي في المنتخب والناس بتشوفك ازاي هيفرق معاك اذا كنت موجود ولا لا. هل هيفرق في رقم واحد واثنين ولا ده متحدد؟ لا بصراحة جبت رقم واحد متحدد. مين؟ الشناوي؟ الشناوي طبعا. يعني الشناوي الفترة دي يعني زي ما بعيد شويه عن الناس القريبه منه بصراحه. يمكن الشناوي بيعيش فتره في تطور كبير وثقه كبيره قوي، يمكن يعني مش عايز اقول ان جماهير النادي الاهلي بس هي اللي واثقه فيه، لا انا اعتقد ان جماهير مصر كلها واثقه في محمد الشناوي طبعا. السؤال ده قبل ما اطلع فاصل عايز رد صريح جدا، لو لا قدر ربنا يا رب يديله الصحه، ولو لاي ظروف غاب شويه الشناوي، رقم واحد محدد يعني، رقم اثنين دلوقتي في منتخب محدد ولا كومبيتيشن يعني؟ بعد الفاصل ولا دلوقتي؟ دلوقتي بس اعرف التفصيله بعد الفاصل يعني. قول لي او لا وارجع نتناقش يعني. انا ما اقدرش اقول او لا. من وجهه نظرك انت؟ من وجهه نظري لا لا. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. ليهم حق يا طلائع الجيش ما فرطوش فيك. شغل عالي. الحمد لله كابتن، يمكن الحمد لله الشغل ده نتاج الحمد لله الواحد بيشتغل كويس بقاله اكتر من سنتين. الحمد لله الواحد شغال كويس، معانا مدرب راس مرمى محترم قوي كابتن سيف بصراحه، كابتن سيد سوركي. يمكن مش واخد حقه بصوره كبيره، ليه حصل على بطولات مع الاسماعيلي دوري وراح منتخب مصر، يعني مدرب من مدربات المدربين الهايلين اللي فعلا الواحد بيشتغل معاهم وهو مستمتع وبيشتغل معاهم. انت مليون في الميه بامكانيات المدرب اللي معاك. يمكن انا قلت كده قبل كده، يمكن ما تسالنيش انا، يمكن ممكن تكون شهادتي انا مجروحه، اسال اي حارس مرمى في مصر على كابتن سيد سوركي، صدقني يا كابتن سيف والله. اسال اي حد هيقول لك كابتن سيد سوركي قد ايه شخصيه محترمه، قد ايه شخصيه هايله في التدريب، بيأهلك نفسيا وذهنيا وبدنيا ومعنويا قبل المباراه بطريقه محترمه جدا. فحبيت بس اديله حقه لانه فعلا من المدربين المحترمين جدا في مصر. انت قلت الحقيقه تصريح محترم قوي، قلت لي مش من حقي احلم ان اكون رقم واحد عشان رقم واحد موجود وبعيد. لما جيت سالتك قلت لك في غياب الشناوي لا قدر الله لاي ظروف، رقم اثنين قلت لي لم يحدد بعد. يعني دي برضه يا كابتن يعني هي مش بتاعتي طبعا، بتاعت الجهاز الفني طبعا. انت نمره واحد مش بتاعتك بس الوضع بيقول كده. لكن يعني انا شايف لان احنا كلنا الحمد لله كلنا بنأدي اداء كويس جدا الحمد لله، الناس كلها حتى الناس الموجوده في المنتخب سواء جنش سواء عامر سواء الحمد لله بنأدي اداء كويس، الناس بتتكلم كويس. فاعتقد ان هي هتبقى متروكه للجهاز الفني، وطبعا كامل الاحترام والتقدير ليهم. انت بتشتغل وبتعمل عليك، وفي الاخر الناس الجهاز اللي شايف الاصلح والانسب كلنا في ظهره طبعا، مش هتفرق. جنش عنده عامل مساعد اسمه نادي الزمالك، لو ما بيلعبش في الزمالك كان يقدر يرجع المنتخب من فتره لعب بسيطه زي دي؟ طبعا كابتن ليه لا، يعني وارد جدا ان هو يرجع طبعا. جنش جون كبير طبعا. طبعا يعني بس انا قصدي ان انت ترجع في وقت قصير كده. جنش عنده رصيد يا كابتن سيف، عنده رصيد كبير اداء وثباتا، ومع نادي الزمالك ادى اداء كبير. فجنش عنده رصيد كبير يشفع له ان هو لو عمل ماتشين ثلاثه كويسين انه يرجع يخش. لو كان ابو جبل هو اللي موجود كنت هتقول المسافات قريبه؟ بسبب عدد الماتشات الكبيره اللي لعبها الفتره اللي فاتت ابو جبل مع نادي الزمالك طبعا. كنت هتقول المسافات بعيده برضو يعني، التاني خلاص هيبقى حسم.
بالنسبه بالنسبه شويه قريبه طبعا بالنسبه الماتشات اللي اتلعبت الجبل مع نادي الزمالك وحسيته الماتشات اعتقد ان كانت ممكن تبقى محسومه شويه. مين اللي انت كنت متوقع تلاقي اسمه في الاربعه؟ الحمد لله انا. لا ما انا مطلعك بره الحسبه، انت اكيد ما حدش يحب حد اكتر من نفسه، دي اكيد امنياتك والحمد لله اتحققت. يعني مين تاني كنت حاسس انه هيبقى موجود في السبق؟ أو قريب؟ أو قريب. يعني الهاني سليمان مثلا. الهاني سليمان، كله متفق على الهاني، الهاني عامل موسم كويس الحقيقة. طبعًا هاني ماشي كويس جدًا مع الكابتن أحمد ناجي طبعًا. أداء كويس مع سموحة ف يعني ما زي ما قلت لحضرتك يا كابتن في ناس كتير قوي ماشية كويس الحمد لله، يمكن المركز ده الحمد لله مطمئن بنسبة كبيرة الفترة دي ف سبحان الله. الحمد لله سبحان الله الحمد لله. ما هو ما كانش ما كانش علشان كانوا موضوع الاحتراف بتاع الحرس الاجانب الحمد لله ان هم كانوا خدوا قرار ورجعوا فيه تاني. انت بتظلم ناس كتير قوي لو كنت رجعت الموضوع بتاع الحرس الاجانب ان هم يرجعوا الدوري المصري تاني طبعا. مشكله كنت كنت هتظلم ناس كتير مش هتظلمنا احنا صدقني. الجيل بتاعنا يعني خلاص الحمد لله الواحد لاعب وخد خبرات والحمد لله واحد جيل في الملعب. بتظلم جيل كبير صاعد تاني، عمر رضوان صبحي جاد الناس عمر صلاح الناس الصغيره دي كلها هتظلمهم لان انت هتبص في الاول ممكن تجيب جون من بره يلعب. الناس دي ما كانتش هتشوفها خالص. ايه مميزات الجيل الجديد والجيل القديم؟ كل حد اكيد عنده مميزات. يمكن الجيل الجديد اللي طالع دلوقتي لعب بدري. دي ميزه، دي ميزه. يعني انا واحد من الناس لعبت وانا عندي 25 سنه ولا 26 سنه فلعبت ما يعتبر مش صغير، لكن الحمد لله دلوقتي يمكن الناس بتلعب وهي عندها 22 و 23 سنه فدي هتفرق معاهم بعدين في اللعب وفي الخبرات وفي المنتخبات وفي الكلام ده. فدي هتفرق كتير قوي مع الجيل القديم الجديد. يمكن الجيل القديم عاصر حراس كبيره قوي فاستفاد منهم خبرات كبيره. يعني انا في نادي الجيش اتعاملت مع كابتن وائل خليفه وكابتن غريب حافظ فدول كانوا مسمعين ساعتها جوان كبيره ومحترمه جدا فالواحد الحمد لله اتعلم منهم. نفس الكلام قيس بقى على كل الناس اللي في جيلي اتعاملوا مع حراس كبيره جدا فدي الواحد دخل وخد خبرات اسرع شويه. عايز اسالك سؤال برضو غريب، كنا زمان نسمع ان الحارس ما يبقاش قصير يعني حارس المرمى لازم. الجيل بتاعكم انت ابو جبل شريف اكرامي محمد الشناوي احمد الشناوي يعني الحضري يعني يعدي كده يعني يعدي برضو شويه. الجيل الجديد مفيش اطوال يعني عمر رضوان صبحي عمر صلاح مصطفى صح كل المجموعه اللي موجوده مفيش حد فيهم بالطول ده. النظريه يعني اتغيرت؟ ما اتغيرتش على قد ما هي بقى يعني الراجل ممكن يبقى عنده موهبه. عمر مثلا عنده موهبه. لا 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 كلهم موهبة. انا كلهم موهوبين، انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم ان كنا زمان لازم نقول الجون الطويل. النظريه دي خلاص هي نظريه صحيحه 100% يا كابتن سيف. حارس المرمى لازم يبقى طويل، لازم يبقى جسمه عريض، لازم لان انت غصب عنك بتخش في التحامات مجبر على طول في التحامات، كور عرضيه تطلع تضرب بالبوكس تاخد الحاجات العاليه دي فغصب عنك لازم المكونات الجسمانيه لازم تبقى كويسه. يمكن انت كنت ممكن تشتغل على الكلام ده وانت صغير، تعرض نفسك جسمك شويه، تشتغل جيم، تخش تقوي حاجات انت محتاجها. فحته الطول والحته الجسمانيه دي لا مهمه جدا للجون طبعا. احلى ماتش لعبته السنه دي؟ احلى ماتش لعبته السنه دي حسنا في دماغي ماتش يعني اول السنه دي لا ماتشين الاهلي والزمالك في الكاس. الاهلي والزمالك في الكاس. طبعا انا كنت اقول الاهلي في الكاس. الاهلي في الكاس طبعا. يمكن الزمالك رجعنا الحمد لله اداءه كويس يمكن، بس ماتش الاهلي الواحد الاهلي يعني الحمد لله. كنت بتلعب الاهلي ولا الشناوي في نهايه الماتش ضربات الجزاء؟ الشناوي طبعا. الشناوي هو الماتش انا كنت بلعب النادي الاهلي وبلعب الشناوي طبعا لان لكن في ضربات الجزاء ده انت والشناوي. انا والشناوي طبعا. يمكن الحمد لله يعني احنا خسرنا بعرضتين يعني الحمد لله. امتى قلت خلص الماتش لصالحكم؟ بعد الكره بتاعت قفشه بلن. يمكن احنا النادي الاهلي كان عنده فرصتين ان هو ياخد البطوله الحمد لله. دخلت ايمن اشرف دخل فصديت، لو كان جابها كانوا كسبوا ودخلنا احنا جبنا وبعد كده قفشه لو جاب برده الاهلي النادي الاهلي يكسب. فجت في العارضه فقلت خلاص يعني يمكن الحمد لله الدنيا ماشيه لصالحنا بس ربنا ما قردش في الاخر. في اللحظات دي حلمت نص حلم ولا قلت لا خلاص احنا جايين بقى؟
ثلاث ارباع حلم خلاص. ثلاث ارباع. اصل النادي الاهلي ضيع الثالثه والرابعه كانت سيف. موضوع يحسسك يدخل جواك شك ان انت ممكن تاخد بطوله. كنت بتبص للشناوي في الفترات دي؟ حصل بينك وبينه حديث حتى هزار اي ولا مفيش؟ لا لا مفيش خالص. مفيش اي موضوع. يمكن واحده بس سلمنا مع بعض على بعض واحنا خارجين كل واحد سلم على الثاني كده في واحده واحنا داخلين نبدل في البنات بس ما كانش في بينا اي كلام خالص. مفيش حديث خالص ولا اي قفشه ولا اي حاجه. لا اهي ده بعد الماتش. بعد الماتش بعد الماتش قال لي بيقول لك ايه بقى؟ عمال اقول لهم طب هو هنا بيقول لك مش عايزين نوصل للبنات يا ولاد الذين ما بيعرفش يصد بنات. انت بتقول له هنا كده؟ هو اللي بيقول لي كده. بيقول لي بيقول لي ان هو بيقول لهم كده؟ بيقول لهم كده. والله فقلت له اديكوا كسبتوا بقى خلاص مبروك. بس كومبيتيشن عاليه برضو يعني انت مع محمد الشناوي هو بيشيل وانت بتشيل. الحمد لله وكنا لسه راجعين كمان المعسكر الاخير فكانت الحمد لله الواحد كان معنوياته عاليه والحمد لله كان في ثقه والحمد لله الناس شافت الثقه دي في الماتش الحمد لله الواحد كان بيأدي. ضربات الجزاء بتذاكرها ولا تروح يعني توقع؟ لا بذاكر طبعا وفي نفس الوقت بيبقى فيه لك كبير ان انت تتوقع لان انا ما فيش حد بيلعب على الكوره كبسيف. الحارس اللي بيلعب على الكوره صعب قوي يطلع يعني الكوره سريعه جدا. انت بتصد كويس ضربات جزاء؟ الحمد لله. مين افضل منك او زيك او نفسك من وجهه نظرك طبعا؟ دلوقتي الشناوي تطور جدا وجنش طبعا يعني جنش كان في فتره رقم واحد في البلاد في مصر. الشناوي طور نفسه جدا الحمد لله انا برضه طورت نفسي جدا فالحمد لله يمكن يعني جنش والشناوي. جنش والشناوي افضل اثنين ضربات جزاء في مصر. طبعا مع بسام الحمد لله. لحظه ضربات الجزاء بتحس ان انت بيبقى عندك شعور ان الماتش بتاعك ولا لا ولا هي الظروف؟ يا كابتن في اوقات بحس ان الحمد لله يعني الواحد هيبقى موفق النهارده. يمكن السنه اللي فاتت الكاس الاخير بيراميدز الحمد لله احنا وصلنا بلينات يمكن الماتش خلص 0-0 ولعبنا بلينات الحمد لله انا صديت 3 بلينات من 4. فانا قبل البلينات كنت حاسس ان الحمد لله ان الواحد هيعمل حاجه كويسه. فالحمد لله كان ربنا. مين اصعب واحد بيشوط عليك؟ عبد الله السعيد طبعا. اصعب واحد. ومين اسهل واحد وبتشكره؟ مفيش حاجه دي عاديه يعني. لا مفيش يا كابتن والله اسهل واحد. لا اصل يعني اللي صديت منه قلت له يعني الحمد لله دي كانت سهله ومتشكرين يعني. اللي صديت منه كانت سهله ايمن اشرف في الكاس. ايمن اشرف بصيت له قلت له ايه جوه نفسك؟ بصيت له الحمد لله يعني مفيش الله يكرمك يعني. لا لا قلت الحمد لله ايه. اظن احساسك كان نص فرحه. انت صادد ولسه في فرصه ثانيه. بالظبط يعني انا صادد و مش زي قفشه. لا مش زي قفشه طبعا لان احنا حتى لو داخلين نشوط لو ضاعت النادي الاهلي يكسب برضه. فجبنا الحمد لله الدنيا عدت شويه. بعد كده قفشه لما دخل وضيع يعني هي دي اللقطه اللي الواحد حس فيها ان الدنيا ممكن الدنيا تمشي يعني. زعل جمهور الزمالك ليه؟ لا خالص والله يا كابتن. يمكن ماشي. انت طلعت على طول ما صدقت كده. نرجع بعد الفاصل نشوف هو مزعل جمهور الزمالك ليه ولا سوء تفاهم. بعد الفاصل مزعل الزمالك ليه؟ مش مزعل والله ولا حاجه يا كابتن والله. يمكن انا كنت طلعت قبل كده في برنامج و انا اتاخد بس يعني هو الناس لو دخلت شافت الكلام هيبقى عامل ازاي هيشوفوا ان الكلام منطقي جدا ومفيش اي حاجه. انا قلت بس في الكلام ان نادي الزمالك لو رحت نادي الزمالك دلوقتي وجع دماغ. انا قلت كده ليه؟ نادي الزمالك فيه ثلاث حراس كبار جدا يعني جامدين قوي وزي ما انت شايف. ما وفقتش في الرد. ما هو الناس اصل انت اروح نادي الزمالك وجع دماغ. الجزء الاولاني اروح نادي الزمالك ده حلم وطموحات اي بني ادم. ايوه طبعا زيه زي الاهلي طبعا. كلمة وجع دماغ دي حتى لو انت بتشرحها انت غير موفق فيها. يمكن يعني انا قلت الناس يعني على الاقل لو شافت الكلمة هتخش تشوف ايه المغزى اللي موجود في الكلام. انا قلت ان هما في ثلاث حراس كبار جدا. جنش، ابو جبل، عواد. بالاضافة لمحمد صبحي اعارة من نادي الزمالك الاتحاد السكندري بيأدي اداء ما شاء الله الناس شايفة عاملة ازاي. فانا قلت الاربعة كتير قوي. وقلت في نفس الوقت ان هم ما اعتقدش ان هم ممكن يفكروا في ضم حارس مرمى تاني الفتره دي عشان ثلاثة الكبار قوي الجامدين اللي عندهم والحارس الصغير بس. حياتك قايمه اصلا حارس المرمى حياته قايمه على وجع الدماغ.
خناقه في المنتخب وخناقه في النادي وخناقه لو رحت نادي كبير وخناقه في كل حته. صح يا كابتن صح، بس يعني ده كان كلامي والله مش اكتر من كده. لكن اهلي والزمالك ومنتخب مصر الثلاثه دول اي لعيب في مصر او اي لعيب بيحلم ان هو يوم ما يكبر ويلبس ويلعب كوره يبقى لعيب محترف انه يلعب اهلي او الزمالك او منتخب مصر، يعني ما فيهاش كلام. يعني بتتمرن مع المنتخب انها ممكن تجي لك؟ اه طبعا يا كابتن طبعا، كل شيء وارد. يعني الحمد لله الواحد بقاله 3 معسكرات على التوالي موجود الحمد لله. يمكن في اي وقت تبقى بتيجي، وهي مع المنتخب فرصه واحده جات لك ربنا كرمك وبقيت كويس الحمد لله، بيبقى الانطباع ان انت من جون اهل الثقه. لا قدر الله حصل حاجه فالموضوع بيبعد، فان شاء الله الواحد مستني على امل ان هو يبقى في فرصه الواحد الحمد لله يوري نفسه للناس بطريقه احسن ان شاء الله. مين من طلائع الجيش اللي كنت مستني يروح المنتخب وما راحش او كان نفسك؟ كان نفسي بصراحه، احنا يعني زي ما انت قلت يا كابتن احنا فرقتنا محترمه جدا، بس كنت شايف ان هو قريب ان هو يروح عمرو جمال، احمد سمير، مهند، يعني دول اللي كانوا مرشحين. احمد سمير عامل موسم كبير بالظبط يا كابتن، يمكن هم مرشحين كانوا مرشحين، لكن عامل اداء جيد جدا جدا يا كابتن جدا ومركزين وعايزين يعملوا حاجه واحنا ان شاء الله اتفرج على الفرقه دي الدور الثاني. يمكن فرقتنا احنا اتظلمنا اول الدوري لان احنا كان عندنا بعد ماتش الاهلي على طول في نهائي الكاس 8 كورونا اساسيين، وكان ساعتها الماتش بيتاجل وانت عندك 16 حاله. دلوقتي استني ماتش السوبر انت طبعا بفارغ الصبر طبعا طبعا. يمكن يعني من المرات النادره ان الفرق في منتصف الجدول تلعب كاس وسوبر، نهائي كاس وسوبر، فتبقى حاجه كبيره. ويمكن الماتشات النهائيه دي يا كابتن زي ما انت شفت احنا مع النادي الاهلي تبقى 50-50 حتى لو الاهلي فارق كبير، فانت بتبقى داخل ما عليكش اي نوع من انواع الضغوط، انت واصل نهائي كاس تلعب قدام النادي الاهلي هو اللي مضغوط اكتر منك، فانت بتلعب بتمتع نفسك ولو ربنا اراد بحاجه بتبقى من عنده. مين حارس مرمى صغير بتقول للناس استنوه ده بعد 10 سنين هتشوفه هيبقى عامل ازاي؟ برضه التاريخ يكتب لك. في اتنين. مين؟ عمر رضوان ومحمود جاد. عمر رضوان ومحمود جاد. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. السؤال اللي الناس ساعات بتفكر فيه وتسال فيه، هل السوشيال ميديا بما ليها من قوه دلوقتي تقدر تلاعب لاعب في نادي، تقدر تضم لاعب لمنتخب؟ لا يا كابتن لا ما اعتقدش. يعني هي الناس بتقول ارائها وكل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد بيتكلم، لكن في الاول وفي الاخر المدير الفني او المسؤول عن المكان ليه مصلحته ومصلحه الفرقه الاول. يعني انا ممكن ابقى شايف ان فلان ده كويس لا لازم يلعب كواحد من الجمهور، لكن في نفس الوقت المدير الفني شايف ان لا انا هستفاد من واحد تاني احسن في المكان ده فهو اللي ممكن يكسبني. مفيش مدير فني عايز يخسر ومفيش مدير فني عايز بيجامل على حساب حد، يعني مفيش. مين مثلك الاعلى في حراسة المرمى في مصر؟ كابتن عصام الحضري اللي انا شفته طبعا. كابتن عصام الحضري اتعلمت منه كتير قوي. يمكن في طبعا حراس كبيره قوي قديمه انا اتفرجت على فيديوهات ليها، حراس يعني الواحد فعلا يعني كابتن اكرامي كبير وحش بصراحه، تحس ان انت مستمتع وانت بتتفرج عليه. اتفرجت على فيديوهات لان كانش في حاجات كتير ممكن الواحد يتفرج عليه ساعتها فيها، كابتن اكرامي طبعا حاجه كبيره يعني. وبره دلوقتي مانو نوير طبعا. نوير استقبلت ازاي الخبر بتاع ان في ناس قالوا ان الشناوي مستواه قريب من نوير، وبعد كده الامور اتصلحت، وبعد كده ناس قالت طب ليه لا، وناس قالت لا المسافه بعيده جدا، شفتها ازاي؟ لا يا كابتن يمكن بره الموضوع مختلف. يمكن لا طبعا مانو نوير جون كبير وفي حته تانية خالص. المقارنه نفسها يمكن الحته بتاعت المقارنه دي مع الشناوي جايه من الثقه اللي انا قلت لحضرتك فيها عن الناس اللي موجوده بالنسبه لمحمد الشناوي دلوقتي، فجت يمكن الحته دي من المقارنه، خاصه ان الشناوي ادى اداء كويس جدا في ماتش البايرن والناس كلها كانت شايفه الكلام ده، فممكن المقارنه جت في الحته دي. لكن يعني اعتقد ان احنا لحد دلوقتي كلنا في مصر بنتعلم طبعا من مان نوير والاجوان بتاعت اوروبا طبعا. هسالك سؤال غريب شويه بس فكر فيه شويه، انسى كلمه وجع دماغ اللي انت قلتها للزمالك، في وجود الزحمه اللي في الزمالك او في وجود المنافسه اللي موجوده في الاهلي، جالك اهلي وزمالك تقلق تروح؟ لا طبعا يا كابتن
ما قلقش اروح لان انا بشتغل اصلا علشان انا اروح الانديه الكبيره دي. يعني انا طول حياتي نفسي العب في اهلي او العب في الزمالك. فاكيد مش هقلق، بس في نفس الوقت هختار المكان اللي فرصتي قريبه فيه شويه من اللعب. يعني انا رايح اهلي او الزمالك، اللي جوان هناك جوان كبيره جدا، كلها جوان محترمه والمنافسه شرسه جدا. بس في نفس الوقت ممكن احاول على قد ما اقدر اختار المكان اللي ممكن ابقى فيه رجلي تبقى قريبه في اللعب اكتر، لان انا اللعب بيفرق معايا جدا. اهلي زمالك بيراميدز، نفترض يعني سؤال اخير كده، اهلي زمالك بيراميدز؟ اه جالك اهلي والله يا كابتن. انا يعني لا، ما انا عارف جالك اهلي زمالك بيراميدز، والثلاثه ممكن يكونوا انت قلت في فتره اتكلموا معاك. انهي اقرب لك للعب؟ انهي اقرب لي للعب؟ صعب قوي يا كابتن، الثلاث انديه فيهم حراس كبيره قوي. ما انا مش هقدر اروح هلعب، لا انا لازم اقعد انافس شويه ولازم اتعب شويه ولازم اسهل لك حتى بالمنافسه. بيراميدز اسهل لك في المنافسه. شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن محمد، اتمنى لك كل التوفيق يا رب، وان شاء الله باذن الله بيبقى معسكر سعيد كده على المنتخب ان شاء الله يا كابتن سيف باذن الله. وبشكر حضرتك جدا، وانا ببقى سعيد جدا وانا مع حضرتك. ده شرف ليا وبشكرك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن سيف، شكرا. خلصنا حلقتنا النهارده مع محمد بسام، حارس مرمى طلاع الجيش والمنتخب الوطني، بشكره شكرا جزيلا. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله ليه في المنتخب، وكل التوفيق للكابتن حسام البدري، كابتن ايمن طاهر، المجموعه كلها اللي موجوده، وان شاء الله باذن الله المنتخب يؤدي بشكل رائع. بكره حلقه جديده، استنوني، اشوفكم على الف خير.